إذا الله بيشتغل في فيسبوك يا ريت يا شباب، من الناس اللي قاعدين لو في زول معاي في الصفحة في الفيسبوك ممكن يشير في داخل الجروبات. أنا من هنا ما قادر أعمل شير تقريبا الباحثين السودانيين الليلة. ناس فيسبوك غيروا السيتنجز بتاعتهم، بيجا زوم ما قادر يشير في الجروبات. الأوبشن اللي خالينه هما إنك تشير في ال طيب كويس اوكي. طيب احنا هنبدا يا اخوان السبينار بتاعنا باذن الله الان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا. ربنا يصلح الحال في بلدنا وان شاء الله يعني يحقن الدماء ويشفي المرضى ويلم غربتنا كلنا جميعا ونجي في السودان. لكن لحد الوقت ده احنا سعيدين جدا بانه نرحب بالباشمهندس تيسير عبد العزيز حسن، وهو طالب دكتوراه في جامعة سيدني في استراليا، وهو قد قدم المبادرة بنفسه وسكة المشرفين بتوع الباحثين السودانيين عشان يقدم حول كيف الناس بتعمل يعني ممكن تحصل منح بتاع الدكتوراه والمنح بصورة عامة الدراسية في استراليا. تيسير يعني شخص مبادر، هو اتخرج من جامعة خاركوف الوطنية إلكترونيات الراديو في أوكرانيا، واصل تعليمه بنفس الجامعة، أخذ فيها ماجستير في هندسة الاتصالات أنظمة الاتصالات والشبكات في 2018 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. خلال دراسته كان طالب متميز، حاز على عدة جوائز تقديرية تشمل جائزة أفضل طالب لعامي 17 و18 بالإضافة لجوائز التفوق الأكاديمي نفس الأعوام. حاليا يواصل تيسير مسيرته الأكاديمية كطالب دكتوراه بفضل منحة حصل عليها من جامعة سيدني في أستراليا، وتركز اهتماماته البحثية على الاتصالات السلكية اللاسلكية وإنترنت الأشياء IoT وغيرها من مجالات الاتصالات المتقدمة. احنا سعيدين جدا نرحب ترحيب حار جدا جدا بالباشمهندس العزيز تيسير، فليتفضل مشكورا يوضح للباحثين السودانيين كيفية الحصول على المنح الدراسية والتقديم للدكتوراه. شكرا جزيلا، تفضل يا تيسير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أشكر يا دكتور أنور. دكتور أنور يا أخي، أنا من متابعين، أنا متابع بوسطاتك وحاجاتك من أيام أنا في أولى بكالوريوس، جمال، أو تاني بكالوريوس، فمتابعين معك من مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، ان شاء الله متابعين معك يا دكتور. تسلم كثير، الله يخليك. الله يكرمك، الله يجزيك كله. انا حبيت اتكلم عن استراليا يا دكتور، لانه يعني من قراءتي للوضع هنا شايف انه استراليا حتى انتابت تريتوري، في ناس، في منح كثيره موجوده، في فرص كثيره هائله جدا بالنسبة لنا اللي احنا كسودانيين. فالموضوع بقى بس موضوع تقديم. يعني انا قابلت ناس كتير يا دكتور عندهم ما شاء الله، عندهم امتياز في البكالوريوس، عندهم امتياز في الماجستير، لكن الواقفين بس تستيف الورق. كيف انا استيف ورقي؟ كيف جميل انا احط الشهادة بتاعت البكالوريوس مع الترانسكريبت، واحط شهادة الماجستير براها مع الترانسكريبت في ملف PDF، واسك البروف بتاعي، يقوم البروف بتاعي يجيب لي شهاده التوصيه باللغه الانجليزيه، اقوم مختومه، اقوم انا اقدم للجامعه بس تستيف ورق. انا قابلت ناس كثيره بالطريقه دي، انه بس كيف انا استيف ورقي؟ كيف انا اكتب كفر ليتر؟ انه انا والله انا تيسير قريت في جامعه كذا في حته كذا ونفسي اشتغل معك. لاحظت معظم الناس مشكلتها بس في الحته دي، تستيف الورق. نعم، فان شاء الله هتكلم عن الموضوع ده الليله. ممتاز. طيب، فاستراليا، استراليا انا لو سالتني انا بقول لك استراليا وكندا في سرج واحد في نفس المستوى، او الاولاد عموما يعني استراليا وكندا. فالفرص في استراليا كبيره جدا،
والمناخ في استراليا قريب للمناخ مناخ السودان او المناخ الافريقي عموما. فاستراليا the place to be اذا كان اذا كان بالنسبه للدراسه او ما بعد الدراسه كزول عندك بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه. طيب بتمنى بس لو تفتح السلايد الاول يا دكتور. ايوه طيب خلفيه سريعه كده عن دوله استراليا ان شاء الله. طيب استراليا هي اصغر قاره، وفي نفس الزمن هي دولة، هي دولة قارة أستراليا، فهي أصغر قارة في العالم وسادس أكبر دولة من حيث المساحة. طيب زي ما أنا ذكرت قبل شوي إن أستراليا بحكم إنها هي قارة فيها كثير من المناخات المختلفة، هتلقى في الصحراء موجودة في وسط أستراليا، في الغابات الاستوائية الشمال الشرقي، في السافانا الاستوائية في الشمال، في السلاسل الجبلية في الجنوب الشرقي. فأي جو بيناسبك في أستراليا هتلقاه. من ملاحظاتي الشخصية إن أستراليا جو قريب جدا لقارة أفريقيا. طيب ده بالنسبة للمناخ. بالنسبة للغات الرسمية، اللغة الرسمية هي الإنجليزية إذا كان محادثة أو إذا كان في المعاملات اليومية، اللغة الإنجليزية ما في غيرها كلغة أساسية في أستراليا. طيب بالنسبة لعدد السكان، عدد السكان حاليا حسب آخر إحصائية فهو 26 مليون نسمة حسب آخر إحصائية موجودة بالنسبة لأستراليا. طيب كان في دراسة طلعت مؤخرا إنه توب 3 أو أكثر 3 دول بتجذب الطلب الأجانب. الإحصائية قالت إن هي الولايات المتحدة United States والمملكة المتحدة UK، وأستراليا هي الدولة الثالثة. فأستراليا باعتبارها واحدة من أفضل 3 دول في العالم بالنسبة للطلبة الأجانب. طيب ليه دولة أستراليا؟ لماذا دولة أستراليا هي الوجهة الدراسية المثالية للطلاب الدوليين؟ أنا برضو من تجربتي أنا شايف في طلبة بيجوا من كندا، في طلبة بيجوا من أمريكا، في طلبة بيجوا من البرازيل، في طلبة بيجوا من أمريكا الجنوبية كلها، الصين، معظم الطلبة من الصين، جزء كبير من الطلبة من الهند. ليه أستراليا بيعتبروها واحدة من الوجهات المثالية؟ أول سبب هو معايير التعليم العالي. جامعات كثيرة منها جامعة بدرس فيها أنا حاليا، جامعة سيدني، ترتيبها عالي جدا في التصنيف العالمي أو التصنيف الكيو اس، واحدة من التصنيفات العالمية كيو اس. أنا جامعة سيدني حاليا جامعة رقم 14 في الكيو اس، في جامعة ملبورن، في جامعة نيو ساوث ويلز، في جامعة كوينزلاند، في جامعات كثيرة في التوب 50، في التوب 20، في التوب 100. فدي بتدي بونس كويس بالنسبة لأستراليا لأنه جامعاتها في الرانكينج العالي ده. طيب البيئة، برضو البيئة آمنة وجودة الحياة، إنه أستراليا تعتبر يعني دولة آمنة جدا، ممكن الإنسان يجي هنا وما يكون خايف من الناحية بتاعت الأمن، ممكن يعني تعيش حياتك بطريقة طبيعية، تطلع في أي زمن، تخش في أي زمن، تمارس حياتك بطريقة طبيعية بدون خوف من أي مشاكل ممكن تواجهك أنت كطالب دولي في دولة أستراليا. فانت زي الناس اللي عايشين هنا ما متواجهك اي مشاكل او عنصريه او غيره. طيب برضو تنوع الثقافات، وبرضو ايوه ده حاجه انا قابلتها شخصيا، يعني انه بتقابل طلبه من جميع انحاء العالم، ده غير انه ذاته دوله استراليا فيها عدد من الثقافات، مثلا في اللي هو في السكان الاصليين الابوريجينالز، وبعدين في
السكان اللي هو من خلفية أوروبية، وبعدك في برضو الايسلندرز اللي هو الساكنين في الدول المجاورة اللي هو سولومون ايلاندز وفيجي وغيره. فبتلقى في اختلاف في الثقافات وفي اختلاف في الديانات، ودي بتعتبر حاجة كويسة في الدول العظمى. واللي هو السبب الخامس اللي هي البيئة، اللي هو الطبيعة الخلابة اللي اتكلمنا عنها، انه يعني ما أجمل أستراليا بالنسبة للمحيطات وبالنسبة للأنهار وبالنسبة للجبال. ومعروفة يعني أستراليا بطبيعتها الخلابة، ومعروفة بجو المعتدل، إنه الشتاء هنا خفيف زي ما قلت لكم، من الدولة قريبة لأفريقيا، فأنت السنة كلها بتحس بنشاط لأنه الجو مناسب. السنة كلها قادر تطلع تتمشى، السنة كلها قادر تطلع، ما عندك مشكلة، ما بتواجهك مشكلة في الحياة دي. طيب ممكن نمشي للسلايد اللي بعده. دكتور نور، يا السلايد اللي بعديه حولت عليك. لسه ما ظهر عندي، الجامعات الأسترالية ما ظهر عندك؟ لسه والله. خلينا نشغلها تاني. ظهر كده؟ ايوه كده تمام، شكرا. طيب فخلفية نبذة عن، طيب بعد ما تكلمنا عن دولة أستراليا ممكن نتكلم عن الجامعات الأسترالية. طيب أستراليا فيها أكثر من 42 جامعة، من ال 42 جامعة دي منها 37 جامعة حكومية تبع الحكومة، وفي حوالي 5 جامعات خاصة. طيب برضو إحصائية، 95% من الجامعات الأسترالية مصنفة تصنيف عالمي تبع الكيو سي 2024. الجامعات الأسترالية بتقدم كل البرامج التعليمية ابتداء من المراحل التأسيسية، اللغة مثلا اللغة الإنجليزية، وبرامج التأهيلية بكالوريوس ماجستير دبلوم عالي ودكتوراه في حالتي. برضو في جامعات كثيرة مصنفة، منها مثلا الجامعة البدرس فوق اللي هو جامعة سيدني، معروفة إنها هي ريسيرش سنتر عالمين، تعمل بحوث في الفضاء، في هندسة الاتصالات، في العلوم عموما. ففي كثير من المراكز البحثية في داخل أستراليا. ف يعني مثلا أنا تجربة شخصية، أنا حاليا شغال في بحوث مع ناس في دول مختلفة، بيحصل معاهم مشاركة في البحوث العلمية إن شاء الله. فإذا الإنسان بيبحث عن الدكتوراه وبيبحث عن البحث، فأستراليا يعني حتة مثالية جدا للحياة دي. ممكن السلايد اللي بعديه يا دكتور. أيوة، خد خطوات التقديم لبرنامج الدكتوراه في أستراليا. طيب أنا حاجة داري أشاركها معاكم، إنه بالنسبة للدكتوراه، أنا حاليا هتكلم عن تجربتي أنا الخاصة، أو الطريقة اللي جربت بها أنا ونفعت معي. في ناس جربت طرق تانية وبرضه اشتغلت معاهم، لكن أنا حاليا هتكلم عن الطريقة اللي جربت بها أنا، هتكلم من تجربتي الخاصة. طيب الطريقة الثانية ايش؟ عندكم خلفية. الطريقة الثانية انك انت تتواصل مع مشرف معين في جامعة معينة، وتقدم عن طريق ال او تقدم عن طريق التزكية بتاعت المشرف للجامعة ويشيلوك دكتورة، اللي هو تواصلك بيكون مع جامعة واحدة ومع مشرف واحد، او جامعتين مع مشرفين. الطريقة اللي أنا قدمت بها، إنه أنا قدمت لعدد كبير من ال أنا قدمت لعدد كبير من الجامعات، طبعا في تخصصي، قدمت في تخصصي اللي هو هندسة الاتصالات، وكنت عايز أتخصص في الـ IoT.
فكان تركيزي في الحته دي انه انا قدمت لعدد كبير من الجامعات بحثا عن الفندنج. انا تركيزي كان في الفندنج، اي جامعه بتدي فندنج، فندنج معناتها انا باخد سكولرشيب، باخد سكولرشيب معناتها انا خلاص اموري تمام. فكان تركيزي انه انا مع البحث ومع التخصص في نفس الزمن مع الفندنج. يعني فائدة شنو الجامعة إذا أنا أجيب لوني لكن ما حنديك فاندنج وما حنديك سكولارشيب. أنا كزول جاي من السودان صعب أقرر عن النفقة الخاصة. فأنا تركيزي لما أقدم للجامعة بكون مركز هاي الجامعة ترتيبها كويس تمام، المشرف كويس تمام، في تخصصي ممتاز، في نفس الزمن برضو هل في فاندنج ولا ما في فاندنج؟ ده السؤال ده السؤال اللي بحسم الحاجة، هل في فاندنج ولا في فاندنج ولا ما في فاندنج. فأنا بستصحب معايا الموضوع ده وأنا بقدم. طيب خطوات التقديم لبرنامج الدكتوراه في أستراليا، الخطوات العامة إنه أول شيء أنا بختار موضوع، أنا أقدر أشتغل في شنو؟ والله أنا أقدر أشتغل مثلا في حالتي، أنا كنت أشتغل في هندسة الاتصالات اللي هو ده مجالي، هندسة الاتصالات تمام. شنو في هندسة الاتصالات؟ والله انا اقدر اشتغل مثلا في الاتصالات السلكيه، انا اقدر اشتغل في الاتصالات اللاسلكيه، اقدر اشتغل في الاي او تي، اقدر اشتغل في سيجنال بروسيسنج وغيره. فانا لازم احدد انه البحث بتاعي هيكون تخصص، التخصص شنو، الاريا بتاعت الريسيرش بتاعتي شنو، عشان انا لما اجي اتواصل مع البروف هتواصل معه انه انا داير اشتغل معاك في الاريا الفلانيه اللي انت اصلا من اهتماماتك انت البحثيه. لانه اي دكتور او اي مشرف بيكون عنده اهتمامات بحثيه معينه، فبقول انا داير اشتغل معاك في الحاجه دي. طيب فاختيار موضوع الدكتوره اللي هي بتكون مرتبطه زي ما قلنا مع المشرف. طيب بعد ذاك كتابه اقتراح الدكتوراه اللي هو ريسيرش بروبوزال، انه انا لازم كزول بقدم للدكتوراه بعد ما احدد النطاق بتاع البحث بتاعي او الحته اللي اشتغل فوقها، الاريا اللي اشتغل فوقها، محتاج اعمل ريسيرش بروبوزل. موضوع الريسيرش بروبوزل ده اللي هو الخطوه الثانيه والخطوه الثالثه اللي هو البحث عن مشرف، ممكن يكونوا عكس بعض وممكن يكونوا بالترتيب اللي انا كاتبه ده اللي هو اقتراح الدكتوراه اول شيء وبعد ذاك المشرف، او ممكن يكون العكس. بمعنى يعني انا ممكن اجهز الريسيرش بروبوزل بتاعي وبعد ذاك اتواصل مع المشرفين، واذا الموضوع بقى لي صعب بتاع الريسيرش بروبوزل اتواصل مع المشرفين وبعد ذاك اناقش الريسيرش بروبوزل مع المشرف. فممكن بالطريقتين ده حسب تجربتي انا، ممكن بالطريقتين كده او كده، الخطوه الثانيه والخطوه الثالثه. فالخطوة الثانية كتابة الريسيرش بروبوزل اللي هو البحث المبدئي، والخطوة الثالثة هو البحث عن مشرف للدكتوراه. بيتم التواصل مع المشرفين الأكاديميين عن طريق الإيميل الخاص بعملهم. فكيف أنا بلقى المشرفين دول؟ المشرفين دول أنا والله يا أخي نقول أنا حددنا مثلا أنا دار أقدم لدولة أستراليا تمام، حددنا دولة أستراليا. طيب ياتوا جامعات في ال 42 جامعه اللي اتكلمنا عنها دي انا اقدر اقدم فوقها. والله مثلا اقدر اقدم في جامعه ملبورن تمام، بقوم بخش الموقع بتاع الجامعه الرسمي، بقوم بخش القسم بتاعي انا مثلا صيدله، بخش قسم الصيدله، قسم الصيدله بلقى في الاكاديميكس او الاكاديميك ستاف او السوبرفايزرز او البروفيسورز. ففي القسم بتاع الصيدله بيكون موجود المعلومات بتاعت المشرفين. والله مشرف فلان الفلاني الايميل بتاع الشغل بتاعه كذا كذا at melbourne.com او دوت كذا كذا، فبلقى الايميل بتاع العمل موجود في الموقع الرسمي بتاع الجامعه في القسم بتاع الصيدله. فباخد الايميل وبجد برسل للمشرف ده بعد ما اشوف الريسيرش انترست بتاعته اللي هو زي ما قلنا النطاق بتاع البحث بتاعه مطابق معي، بقوم برسل له ايميل انا بقدم نفسي، انا تيسير عبد العزيز عندي بكالوريوس في كذا سنة كذا لسنة كذا،
عندي ماجستير تخرجت منه سنة كذا من جامعة كذا، ومهتم إنه أنا أدرس معك أو أدرس تحت إشرافك الدكتورة، تحت إشرافك الدكتورة في الشيء الفلاني اللي هو الريسيرش أريا. وبعد ذاك هو المفروض يرد عليك يقول لك والله يا تيسير أنا ورقة كويس، أنا شفت الورق بتاعك. طبعا أنا لما أرسل الإيميل هنتكلم عن إنه أنا في ورق معين المفروض أرسله، فهو برد عليك بيقول لك أوكي أنا والله يا أخي قبلتك مثلا، أو أنا والله ما عندي مقاعد شاغر السنة دي بعتذر، أو أنا ما عندي فاضي، أو اتواصل معي بعد فترة. فالإجابات بتختلف على حسب وضع المشرف، لكن بنتواصل معه كيف بخش موقع الجامعة، نخش القسم بتاع التخصص بتاعك، بنلقى الإيميل بتاع الجامعة الخاص به هو أو إيميل العمل الخاص بالمشرف، ونتواصل معه عن طريق الإيميل. طيب ممكن نشوف الخطوة الرابعة يا دكتور أنور. طيب بعد ما تواصلنا مع المشرف، الخطوة الرابعة دي ممكن نربطها مع الخطوة الثالثة اللي هو المشرف. فنحن بعد عشان احنا خطواتنا تكون مرتبة، حددنا البلد، حددنا الجامعة، حددنا المشرف. المشرف نفسه ممكن نتناقش معاه انه ما دام انت اصلا زول في المجال وانت زول في الجامعة داخل المؤسسة وانت زول داخل البلد، يا اخي انا مستأذنك بس وضح لي المنح المتاحة شنو بالنسبة للتخصص بتاعي ده لمرحلة البكالوريوس أو نقول الدكتوراه، المنحة المتاحة شنو؟ فهو هيقول لك والله المنحة المتاحة منحة كذا ألف باء تاء سا. هو بوضح لك المنحة المتاحة، هو زول في المجال عنده المعرفة عنده المعلومة الكاملة، بدل ما أنا أمشي أفتش وآخذ معلومة غلط وآخذ معلومة صح ما معروف وعامل الزمن. فأنا بعد ما ألقى المشرف ضمنت المشرف الخطوة الأولى، المشرف ذاته حس إنك تزول ممتاز وورقك مناسب، هو ذاته بعد ذلك بوضح لك طريقة التقديم بالنسبة للجامعة دي بالتحديد، وبوضح لك المنح الموجودة والحاجة اللي حصلت معانا. طيب وآخر خطوة بعد ما حددنا المنح المتوفرة للطلاب الدوليين هو جمع الوثائق المطلوبة والتقديم. طيب طبعا الوثائق المطلوبة هنتكلم معها في السلايد الجاي، لكن هي بتشمل الشهادات الدراسية، أيوة الأوراق المطلوبة للتقديم على الدكتوراه بشكل عام. بشكل عام ليه؟ لأنه ممكن يكون في ورقة زايدة وورقة ناقصة على حسب الجامعة اللي بتقدم عليها، لكن دي الأوراق المطلوبة بشكل عام، اللي هو أول حاجة شهادات البكالوريوس والماجستير نفسها، الشهادة نفسها بتاعت البكالوريوس والشهادة نفسها بتاعت الماجستير تكون إذا بلو أي لغة غير اللغة الإنجليزية نترجمها باللغة الإنجليزية وتكون مترجمة وتكون موثقة، اللي هو مثلا من وزارة التربية والتعليم العالي، من وزارة الخارجية، وإذا في أي توثيق تاني بيتم لازم إحنا نوثق الورق ويكون باللغة الإنجليزية. أي شهادة غير اللغة الإنجليزية ما هتكون مقبولة. طيب عندنا شهادة البكالوريوس، عندنا شهادة الماجستير، الشهادة نفسها. طيب بعد ذلك بنيجي للخطوة الثانية أو للورقة الثانية اللي هو شهادة كشف الدرجات الترانسكريبت. برضو الترانسكريبت بتاع البكالوريوس الترانسكريبت بتاع الماجستير لازم يكون مترجم باللغة الإنجليزية ويكون موثق. في الترانسكريبت في ملاحظة، إذا أنا بحاول أقدم لي منح وإذا أنا بحاول أقدم لي منح كاملة فول سكولرشيب زي تجربتي أنا، بس انا حاليا ما اخذت فول سكولارشيب، وبيطلب منك يا اما تقديرك يكون جيد جدا ويفضل يكون امتياز، لكن نقول جيد جدا او امتياز وممكن جيد اذا في اوراق تانية اللي هو مثلا بابليكيشن اكسترا اكتيفيتيز. فهم تقييمهم لل هم تقييمهم لل, لل... تقييمهم للطالب عندهم ماتريكس مختلفة كثيرة، لكن بالنسبة للدرجات سميته أنا امتياز أو جيد جدا.
طيب الخطوة الثالثة السيرة الذاتية اللي هو السي في، لكن الأكاديميك سي في برضه في ناس بتلخبط في الحتة دي. الأكاديميك سي في بيختلف عن الاندستريال سي في. الأكاديميك سي في بيكون مكتوبة بطريقة بيبرز الإنجازات الأكاديمية اللي أنت عملتها في خلال فترة البكالوريوس، والإنجازات الأكاديمية اللي عملتها خلال فترة الماجستير. إذا عندك أي خبرات بحثية بيكون مكتوبة في السيرة الذاتية الأكاديمية. أي بابليكيشن عملته بتكتبه، أي جوائز أكاديمية خدتها بتكتبها، وأي مؤهلات أو أي مهارات عندها علاقة بالتخصص الأكاديمي بتاعك. فالتركيز بتاع الأكاديميك ريزومي مركز على تثبت إنك أنت مؤهل لمرحلة الدكتوراه، زي ما قلنا جوائز أكاديمية. يعني أنا مثلا كنت ماخذ جائزة أفضل طالب لسنة 2017 ل 2018، كتبتها في حين إن لو كنت بقدم لوظائف ما كنت بكتب الحاجة دي، لكن عشان أنا مقدم لمنحة بقوم بكتبها. أكاديميك أوردز، أنا أفضل طالب لسنة 2017، أفضل طالب لسنة 2018، التميز الأكاديمي 2017، التميز الأكاديمي 2018، شاركت في المؤتمرات، المؤتمر كذا وكذا سنة كذا وكذا، مؤتمرات، شهادات تقديرية، بابليكيشن. أي مهارات عندها علاقة بسوفت ويرز، أبليكيشن، عندها علاقة بالمجال بتكتبها برضه. طيب دي بالنسبة للسيرة الذاتية. الورقة رقم 4 اللي هو زي ما قلنا مقترح البحث أو الريسيرش بروبوزل. ريسيرش بروبوزل زي ما قلنا ممكن تبدأ بالريسيرش بروبوزل وبعدك تلقى المشرف، أو تلقى المشرف بعدك تجيب الريسيرش بروبوزل بعد مناقشته مع المشرف. بيعتمد على وضعك، لكن محتاجين الريسيرش بروبوزل. لما اجي اقدم احط الابلكيشن بتاعي لازم الريسيرش بروبوزل بتاعي يكون جاهز بالطريقه المعروفه، اللي هو شرح تفصيلي لموضوع بحثك، الاهداف بتاعته والمنهجيه بتاعته والنتائج المتوقعه والتايم فريم وغيره من التفاصيل اللي بتدخل في الريسيرش بروبوزل. الورقة الخامسة اللي هي الـ Recommendations أو الرسائل التوصية. معظم الجامعات الأسترالية بتطلب منك رسالتين توصية من أساتذة الجامعين من نفس الجامعة اللي درستك. يعني أنا لو مثلا خريج جامعة السودان ماجستير أو خريج جامعة الخرطوم، بيطلبوا مني أنا رسالتين من هي ما بالضرورة يكون هم الأشرفوا عليك، لكن ممكن يكون من زول مثلا استاذ مروف درسك ماده او استاذ درسك ماده في الجامعه. لكن يفضل من المشرفين اللي كان عندهم معاك احتكاك شخصي، عشان هم بيسالوهم عنك، هل الزول ده مجتهد، هل الزول ده عنده قدره على التحليل كريتيكال ثينكينج، هل الزول ده عنده قدره على التركيز، هل الزول ده عنده قدره على الريسيرش، وكثير من الاسئله اللي عندها علاقه بمهاراتك الأكاديمية ومهاراتك الشخصية وصفاتك الشخصية. فكل ما كان عندك احتكاك مع الناس أو هم بعرفوك شخصيا بيقدروا يدوا فيدباك كويس عنك. والحقيقة طبعا بتخدمك في الدكتوراه، لأنه أنت الجامعة المقدم لها للدكتوراه هم دارين يعرفوا شخصيتك قبل ما أنت تيجي، يعني أو ياخدوا فكرة عن شخصيتك، الزول اللي جاينا ده شخصيته عاملة كيف. فمعظم الجامعات بتطلب رسالتين توصية. في بعض الحالات النادرة اللي حصلت ممكن جامعة تطلب منك 3 رسائل توصية، لكن دي قابلتني مرة واحدة أعتقد. لكن عموما 2، ولازم رسالة التوصية طبعا تكون باللغة الإنجليزية. نحن أي شيء عندنا هيكون بالإنجليزي، شهادة الجامعة بالإنجليزي، ترانسكريبت تفاصيل الجامعة بالإنجليزي، رسالة التوصية برضو لازم تكون بالإنجليزي، ورسالة التوصية كمان لازم تكون موسغة أو مختومة على حسب الـ requirement، حسب الجامعة بتاعتك ماشية كيف. يعني مثلا ممكن تكون موسغة أو مثلا مختومة بختم الجامعة أو موسغة من الجامعة، ده المطلوب. يعني أنا ما قابلت إنه الـ documentation letter تكون موسغة من وزارة التربية والتعليم العالي أو
حته ثانيه بس من الجامعه. أو مثلا بالنسبه لي انا الريكومنديشن ليتر كانت فيها الامضه بتاعت المشرف وفيها الختم بتاع الجامعه، اللي هو الامضه بتاعت الشخص اللي كتبه والختم بتاع الجامعه. في بعض الحالات هم بيقول لك ادينا الايميل، او الايميل اصلا بيكون مذكور بتاع المشرف، فالجامعه نفسها بتتواصل مع المشرف، بيكون عندها فورم براه، فالمشرف بيقوم بيملى الفورم. فبعض الجامعات بتحب انها هي تاخذ المعلومه مباشره من المشرف، حتى ذاته الفيدباك بتاع المشرف بيكون ما بيظهر لك انت، يعني المشرف ده قال شنو. طبعا دي حاجه بينه وبين الجامعه اللي انت مقدم لها. فدي بالنسبه لرساله التوصيه. طيب ممكن نمشي الخطوه اللي بعدها. ايوه طيب، نتائج اختبار مستوى اللغه الانجليزيه. نتائج اختبار مستوى اللغه الانجليزيه، طبعا يا جماعه انا الحياة اللي اتكلمت عنها دي كلها، انا بنتكلم عن زول ده او زول ده يجيبه منحه، دي المتطلبات بتاعت الورق، انه انا داري اجيب منحه مش انا داري اخد تقديم بس، لانه التقديم سهل. يعني انا ممكن اجيب ادميشن ليتر، انا ممكن اجيب رساله قبول. فانا بتكلم معاكم كيف احنا ناخد منحه. فلما اقول لكم جيد جدا او امتياز، ده عشان نجيب منحه، دي المتطلبات للمنحه مش للتقديم. التقديم ده اذا ممكن يجيبه زي ما قلنا، احنا دارين منحه فدارين جيد جدا او امتياز. نفس الفكره بالنسبه للايلتس، فهم دارين ايلتس. طيب الحد الادنى للايلتس شنو؟ الحد الادنى كاجمالي 6.5، اللي هو الشهادة كاملة كده 6.5. طيب في يقول له قسم اللي هو مثلا السبيكينج والليسينينج والرايتينج، محتاجين 6، فتوتال 6.5، الشهادة كاملة كده 6.5 الإجمالي، وعلى الأقل في كل قسم 6. بقى 6.5 تيجي كيف؟ يعني مثلا 6 هنا 7 هنا بعدين 6 6، فممكن مثلا تدينا 6.5 وبديكم رقم بس راندوم يعني، او مثلا 6 هنا 7 هنا 7 هنا 6 هنا. فعلى الاقل لازم 6 في حد ادنى في اي قسم، واجمالي حد ادنى 6.5. طيب الايلتس، نقول الطريقه بتاعت الايلتس بالنسبه لناس كثيره ما هو مريحه، فممكن امتحن امتحان ثاني اللي هو البي تي اي او البي تي اي اكاديميك، اللي هو اختبار بيرسونال اكاديمي تقريبا، بي تي اي اللي هو بي تي اي اكاديميك، اللي هو دي امتحان تاني بتاع تحديد مستوى اللغه الانجليزيه غير الايلتس. فالجامعات الاستراليه معروفه انها بالحاجه دي، تقبل بالبي تي اي. فانت تمتحن الايلتس، اذا حسيت الايلتس ما مناسب ممكن تشوف البي تي اي وتشوف الجامعه ذاتها هي دايره كم في البي تي اي وتمتحن لهم البي تي اي. من التجربه الشخصيه انا ما امتحنت البي تي اي، لكن شفت ناس كثيره بتفضل البي تي اي لانه بيقولوا انه هو اسهل، او طريقه التصحيح بتاعته الطف شويه من الايلتس. ففي ناس كثيره بتحاول الايلتس او بتريح مخها من الاول وبتمتحن البي تي اي اكاديميك وبتجيب النتيجه. وانا ما شفت زول واجهته مشكله في البي تي اي، لكن شفت ناس كثيره واجهته مشكله في الايلتس. طيب امتحنا الايلتس او امتحنا البي تي اي على حسب الحاجه اللي دايرينها احنا. بعد ذاك في البيرسونال ستيتمنت اللي هو البيان الشخصي، فهو بيطلب منك انك في البيان الشخصي تشرح اسباب رغبتك في التقديم لدراسه الدكتوراه، انه ليه انت دار تعمل دكتوراه، اسبابك شنو، وليه دار تعمل الدكتوراه في الجامعة دي، وليه قدر تعمل الدكتوراه في الدولة دي، وليه قدر تعمل الدكتوراه مع المشرف ده، أسبابك الشخصية. فأنت بتكتب البيان الشخصي، بتكتب فيه كل التفاصيل دي، أنا والله بقدم للجامعة الفلانية عشان كده، مع المشرف الفلاني عشان كده، في الدولة الفلانية عشان كده. طيب واهتماماتك الأكاديمية شنو؟ والله يا أخي أنا دار أعمل دكتوراه في الشيء الفلاني عشان كده انا اخترت المشرف الفلاني، تربطه كده. والله انا
ده انا عامل دكتوراه في المجال الفلاني، والمشرف الفلاني ده متخصص في المجال ده، فانا عشان كده ده انا عامل الدكتوراه في المجال ده. وبعدين مثلا الجامعه، والله الجامعه تقديرها من افضل الجامعات، تقديرها كذا في الكيو سي، عشان كده انا اخترت الجامعه دي، والجامعه دي معروفه بالتخصص ده. برضه ممكن تزوج عن اهدافك المهنيه، انت مبدئيا كده داير الدكتوراه، دار تبقى اكاديمي في الجامعه، دار تدرس، دار تبقى باحث. خطتك شنو بعد ما تخلص بعد تخلص الجامعه؟ فدي التفاصيل اللي انت بتكتبها لهم، اللي هو البيرسونال ستيتمنت او البيان الشخصي، واخر حاجه اللي هو بس اثبات هويه، اللي هو ممكن يكون عباره عن صوره، جواز ساري المفعول، أو مثلا ممكن يزعلوك عن الرقم الوطني، أو غالبا الجواز، غالبا الجواز بيكون كافي جدا، جواز ساري المفعول لفترة دراستك أنت الماشية دي، بيكون الجواز لازم. أنا ماشي 3 سنة، فالجواز بيكون ساري لل3 سنة الجاية فترة الدراسة هناك. فدي الأوراق المطلوبة بالنسبة للتقديم وبالنسبة للمنحة. أنا هجاوب على سؤال بالتوضيح. بالنسبة لأستراليا، لما أنا أقدم للمنحة غالبا الطلب بتاع القبول والمنحة مع بعض. يعني أنا لما كنت بقدم لجامعة، جوه الابليكيشن بتاع التقديم بيكون مذكور اذا انا داير منحه ولا لا. يعني مثلا اذا قلنا الطلب بتاع التقديم مثلا نقول 10 صفحات، اللي هو من صفحه لصفحه 10 صفحات، واحده من الصفحات دي بتكون للمنحه، فهو بيسالوك داخل طلب التقديم هل انت قدرت تقدم لمنحه؟ مثلا عملنا نعم، عملنا تشيك، قدرنا نقدم لمنحه. طيب دار تقدم لاي منحه؟ لانه اي جامعه بتكون عندها عدد من المنح، والله المنحة كذا، منحة كذا، المنحة كذا، الحاجة دي بتناقش انت مع المشرف زي ما قلنا، يعني احنا دارين ياتو منحة دي بتناقشها مع المشرف قبل ما تقدم، فانت اوريدي بتكون عارف تقدر تقدم لياتو منحة. فالطلب التقديم وطلب المنحة، او نقول طلب المنحة داخل طلب التقديم، انت ما محتاج تعمل طلب التقديم براو وطلب المنحة براو، لا انا بقدم عادي جوه طلب التقديم، بيكون في صفحة مخصصة للمنحة، داير منحة بعمل تشيك، بختار انه انا داير منحة والمنحة الفلانية، ما داير منحة بخلي الصفحة فاضية، او بقول لا انا ما داير منحة وبقدم الطلب عادي. فتقديمك للمنحة وتقديمك للجامعة الاثنين مع بعض، ابلكيشن واحد، ما هي ابلكيشن براو. فمتى ما انا اخترت الجامعة، اخترت المشرف، عددت ناقشت مع مشرف المنحة، بعد ده عند الضوء الأخضر أقدم للجامعة، وداخل تقديم الجامعة بقدم للمنحة نفسها بتاعت الجامعة. أنا طبعا بتكلم عن منح الجامعة، أنا بتكلم عن منح الجامعة، لأنه إحنا كسودانيين برضو من تجربة خلينا نركز على منح الجامعة، لأنه في منح الحكومة في بعض الحالات ممكن اسم دولة السودان ما يكون مذكور في المنحة الحكومية، وفي كم شخص ذكر لي الحتة دي، فعلا في منحة الحكومة اسم السودان بتكون مذكور. فأنا هسه حاليا بتكلم عن منح الجامعة، منح الجامعة بتكون داخل الأبليكيشن بتاع التقديم للجامعة نفسها. طيب آخر حاجة اللي هي، وأنا قلت عشان أنا الناس يكون عندها مرجعية دي، أنا عملت بحث، وعملت بحث مكثف، جبت لكم جميع الروابط او معظم الروابط بتاعت الجامعات، انا ما ادري اقول جميع، لكن هي كل اللي لقيته قدامي الروابط بتاعت الجامعات. ممكن احنا نشارك الدكتور انور يشارك معاكم البرزنتيشن، كل اللي عليك انك تعمل كوبي لاسم، كوبي لللينك بتاع الجامعه، و بدخلك للصفحه بتاعت الريسيرش طوالي، اللي هو بعد ذاك تمشي تفتش للبروف، لقيت البروف تتواصل مع البروف، البروف رد عليك، تسأله عن المنح، وراك المنح الموجودة، تقدم للجامعة بكل سهولة وبكل بساطة. استراليا فيها فرص كثيرة جدا، استراليا
الجامعات الحكومية بتمول مهتمين بموضوع الريسيرش، دارين ينافسوا العالم، دارين نفسه مع كندا، دارين نفسه مع يو كي، دارين نفسه مع أمريكا. ففي فندنج عالي جدا بيخش للجامعات، في فرص كثيرة جدا يا جماعة. أي نعم، الناس بتفكر في أوروبا، ممتاز. الناس بتفكر في كندا، الناس بتفكر في أمريكا، ممتاز. أنا كل اللي بقوله فكر في أستراليا برضه، وفكر كويس في أستراليا، لأن أستراليا الميديم بتاع لغة التحدث هي اللغة الإنجليزية، ونحن غالبا بعض العرب عندنا الإنجليزي. فبدل ما أنا أتجه اتجاه أحتاج أتعلم لي لغة جديدة عشان أقرأ بيها، وبعد ذاك أحتاج للغة عشان أشتغل بيها، وحتواجهني مشكلة، لأنه أنا لما أجي أشتغل اللغة الناس اللي بيتكلموا الناس ما زي لما نقرا في ورق عنده علاقة بالشغل أو عنده علاقة بالدراسة. فاللغة الإنجليزية كوسيط دي نقطة إضافية بالنسبة لأستراليا ولكندا ولنيوزيلندا ولأي دولة بتتحدث اللغة الإنجليزية. فزي ما أنتوا بتفكروا في كندا وفي أمريكا وفي أوروبا، بقول برضو فكروا في أستراليا. فدي كل الحاجات دي كل المعلومات اللي عندي بالنسبة للبرزنتيشن. المايك هرجعه لدكتور أنور، وأنا جاهز للإجابة على كل الأسئلة إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا حبيبنا باشمهندس سيسير، وربنا ان شاء الله يوفقك في دراسه الدكتوراه. انا بس بسال بسرعه كده عن الدكتوراه بتاع الريسيرش الاريا بالضبط شغال فيها انت شنو؟ يعني في الاي او تي شغال فيها تو اسبكت بتاع التليكوم شغال فيها تو حته بالضبط؟ يعني ادينا بس نبذه عن البحث بتاعك عشان الناس يكونوا عارفين. طيب انا طبعا جيت استراليا، الدكتوراه بتاعتي بدات يا دوب، انا بديت 1 مارس 2024، فلسه في المرحله بتاعت الريسيرش ريفيو، لكن انا هشتغل في الراندوم اكسس. الراندوم اكسس بالنسبه لاجهزه الاي او تي بالتحديد، ان ايكوال راندوم اكسس بالنسبه ل اجهزه الاي تي. طيب انا زول شخصيا الدكتوراه بالنسبه لي عندي طبعا عندي طموحات مع بعض الدكتوراه. انا ما داير انا اشتغل في الاندستري، انا ما داير اشتغل كزول اكاديمي، انا ما داير ادرس، داير اشتغل في الاندستري. والحاجه دي كنت موضحها من الاول لنفسي وللجامعه ولكل الناس. ف البحث بتاعي بيتكلم عن شنو؟ بيتكلم انه نحن الفتره الجايه هيكون في عدد كبير جدا من اجهزه الاي او تي هتطلع اونلاين. فاذا احنا عندنا ناس حاليا مثلا نقول في مدينه ما عندنا مثلا 5 مليون مستخدم، اللي هم 5 مليون شخص، اي زول عنده تليفون 5 مليون شخص، ف 5 مليون تليفون، فدي 5 مليون مستخدم. طيب الفتره الجايه هيكون في اجهزه كثيره هتمشي اونلاين، العربية، الغسالة، الثلاجة، الأجهزة كلها هتبقى اي او تي. فده برضه باعتبارهم هيكون يوزرز زيادة، فده هيعمل ضغط على الشبكة. فكيف احنا نقدر نتعامل مع الحاجة دي؟ لأنه الشبكة مبنية إنه مثلا تستحمل 5 مليون، فهتبقى 10 مليون، هتبقى 15 مليون. كيف احنا نقدر نخلي الشبكة تستحمل الحاجة دي؟ أنا بحسي بالتحديد كيف أنا أعمل أولوية للأجهزة دي. يعني معلش، هل الجهاز بتاع الفاير الارم اللي عنده علاقة بالحرائق، والجهاز والثلاجة، هل ديل عندهم نفس البايوريتي للشبكة للأكسس؟ أنا طرحتي بتقول لا، نحن بندي البايوريتي لأجهزة الفاير الارم، أو مثلا الأكسيدنت الارم بتاع العربية، لما العربية تعمل حادث المفروض العربية دي ترسل سيجنال انه يا جماعه العربيه دي عملت حادث، الحقونا باسعاف، الحقونا زي المستشفى، الحقونا. فده برضه هل الالارم بتاع العربيه ده عنده نفس البايوريتي بتاعت الثلاجه؟ لا. ففي بعض الاجهزه بتاعت الاي او تي هيكون عندها افضليه للاكسس، وعندها ليس ليتنسي اللي هو التاخير في الاجابه. انا داير جهاز كذا وكذا يكون بايوريتي اول جروب، بعد ذاك في جروب تاني اللي هو ليس بايوريتي، زي ما قلنا الثلاجه بنحطه ليس بايوريتي،
الفاير الارم خد هاي بايوريتي، ده المفروض يكون عنده الاكسس اسرع من الجروب الثاني. ان شاء الله ده هيكون الدكتوره بتاعتي في الحته دي، في الاريا دي، في المنطقه دي. ممتاز جدا. طيب نسأل سؤال تاني برضو قبل ما نحول لحبايبنا الغالين دكتور تامر ودكتور ياسين، الطريق هل في اي راوت بعدين لانه انا احوز على الجنسية الاسترالية؟ ده الإجابة الرسمية ولا الإجابة الرسمية، لأنه إحنا قاعدين نسجل، بعدين ممكن تدينا الإجابة غير رسمية بعد ما ننتهي من التسجيل، أكون في زوم برار. طيب الإجابة الرسمية حاليا طالب الدكتوراه بده فيزا بعد ما طبعا أنت حاليا بتجي بستودنت فيزا، نعم. تجي بستودنت فيزا بعد الستودنت فيزا عندك حاجة اسمها بوست ستدي فيزا اللي هو دولة أستراليا بتديك فيزا بعد ما تخلص الدراسة بقول لك أبحث عن عمل. هي حاليا بالنسبة لطالب الدكتوراه 3 سنوات حسب آخر حاجة قريتها، طالب الدكتوراه 3 سنوات وطالب الماجستير سنتين. فأنا خلصت الدكتوراه عندي مدة بتاعت 3 سنة ممكن أنا أبحث فيها عن عمل. طيب لقيت شغل، لقيت شغل ناس الشركة ديل ممكن يقدموا لك على البيرمننت ريسيدنت. مثلا انا قريت الدكتوراه ادوني ال3 سنة بتاعت ما بعد الدراسه بوست ستادي فيزا، بلقى شغل كمهندس اتصالات بطلب من ناس الشركه يقدموا لي للبيرمننت ريزيدنس. دي الطريقه الافضل والطريقه الاولى والطريقه اكثر طريقه مشهوره يعني. ممتاز جدا. هل بيدوك فرصة بتاعت انك تشتغل بارت تايم ولا حاجة؟ يعني عندك نمبر اوف اورز تكون انت شغال في الريسيرش وكده، والفترة الثانية تكون شغال في حتة ما، الجامعة ولا كده؟ اي ما عندك اي مشكله ممكن تشتغل بارت تايم لكل المراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ممكن يشتغلوا بارت تايم. بالتحديد انت كطالب دكتوراه غالبا هيشغلوك في الجامعه كاسيستنت لاب اسيستنت او كتيتشنج اسيستنت، يعني ده زي يقولوا ده الكومن ده العرف المعروف، يعني انه انت كطالب دكتوراه بيشغلوك في الكلية بتاعتك كلاب اسيستنت او كتيتشنج اسيستنت. ده بكون دائما خيارك الاول لانه انت في نفس المحيط، محيط الجامعة نفسه، يعني انا محتاج اطلع برا اركب مواصلات اركب مترو اركب قطر في حتة تانية، لا انا جوا الجامعة بقرا قرايتي في اللاب مثلا بطلع بدي محاضرة وبجي راجع تاني. الحاجة دي نفسها انا جيت يا دوب وبرضه كان الفترة اللي فاتت عرضوا علي الحاجة دي وقدمت لها وان شاء الله غالبا السمستر الجاي. لكن سنايري حاليا الناس اللي في سنة تانية دكتوراه وفي سنة ثالثة انا شايفهم قدامي بيدرسوا طلبة البكالوريوس وبيدرسوا طلبة الدكتوراه. كم ساعة عندك الكاب بتاعك أو الماكسيمم بتاعك 24 ساعة في الأسبوع، 24 ساعة في الأسبوع. تمام، مفهوم. طبعا دي يا اخوانا انا سالت السؤال ده وانا عارف اجابته مسبقا، انك لما تجي انت في كطالب دكتوراه ولا هنا بتجي في فتره محدده بتكون فيها كورس وورك، بعدها بيسمحوا لك. يعني اول شيء ما يختبروك دي زي يعتبر البروبيشن، الفتره بتاعت الاختبار عشان يعرفوك انت فيت، انت فاهم اللغه، انت بتفهم الحاجات، فهمت الكالتشر، بعدها بيدوك فرصه انك تشتغل في الاطار بتاع الجامعه. طيب انا هحول المايك الان لدكتور تامر سليمان، واحد من الكو فاوندرز او السودانيز ريسيرشرز، وهو نفسه خلاص يعني بي اباوت تو فينش البي اتش دي، بي اتش دي كانديت في جورج ميسون يونيفرسيتي في امريكا. تامر اتفضل. السلام عليكم، كيف؟ شكرا شكرا اخ تيسير وتسلم والله على البرزنتيشن، فان شاء الله الناس كلها تستفيد منه. هناخد منك معلش انه خدتها في الموقع وكده، المعلومات دي ناخدها في ارتكل في الموقع عشان الناس تكون سيرشبل وتكون افيلبل. الاسئله بتاعتي انا هدخل فيها طوالي. الحته بتاعت الدكتوراه طبعا من كل دوله لدوله الدكتوراه بتفرق، فمثلا في امريكا في الحته بتاعت انه والله انت لازم تمر عن طريق كورس ورك وبعدين تاني تعمل ريسيرش او ديزرتيشن، والبروبوزل بيكون بعد ما انت تخلص الكورس ورك يعني. فانا ملاحظ على حسب البرزنتيشن او الحاجه لانه انت بتعمل البروبوزل قبل ما تدخل البي اتش دي.
هل البي اتش دي مثلا في استراليا، او احتمال لاحتمال، هل هي جامعات معينه بتاخذ البي اتش دي باي ريسيرش ولا باي كورس ورك ولا الاثنين مع بعض؟ فهل الحاجات دي بتختلف من جامعه لجامعه، ولا كل الجامعات عندهم حته بي اتش دي مثلا باي ريسيرش او من غير كورس ورك او كده؟ لان في جامعات مثلا بتاخذ بس بي اتش دي باي ريسيرش. شفت انا الحاجه دي تقريبا في اليابان او كده وفي دول ثانيه. ده السؤال الاول. تقريبا السؤال الثاني بالنسبة لك أنت مثلا، تقريبا واحدة من الشروط بتطلب أنك لازم يكون عندك زول سبونسر أو سوبرفايزر بتاع الريسيرش بتاعك، اللي هو أنت بترسل إيميل تقريبا للدكتور، والدكتور ده هو سبونسر ميبي الريسيرش دي قبل ما أنت تقدم للبي اتش دي. هل الحاجة دي واجهتك في أي صعوبات؟ هل انت عملت اكثر من ايميل مثلا لغايه ما جاء كريد معين من دكتور معين مناسب للبحث بتاعك او الحاجه اللي انت عاوز تعملها؟ هل الحاجه دي صعبه؟ هل ممكن مثلا تدي الجروب مثلا سامبل مثلا، او البروبوزال اللي انت عملته للدكتور مثلا عشان ياخدوه كسامبل يستفيدوا منه؟ طبعا ما هيعملوا كوبي وبيس ويرسلوه، لكن دي بتكون هيلفول للناس. ان احنا عندنا تقريبا في الجايد بتاع السكولرز سكولرشيبس عندنا الحاجات دي، كل زول بيقوم بياخد السامبل بتاعت الحاجه اللي قدمها للجامعه عشان ياخد الاكسبتنس. ف if you willing to، يعني لو انت هنا تو شير الحاجه دي بتكون كويسه لناس كتار يعني. فهذا السؤال الثاني، الحته بتاعت التواصل مع الدكاتره بحيث انه يقبلوا الريسيرش بتاعك وكده. وتحياتي، شكرا. طيب بس انا هعمل تعقيب سريع كده. اخواننا تامر هو الزول المسؤول في الباحثين السودانيين من عده بروجكتس، لكن اهمها هو البروجكت بتاع السودانيز ريسيرشرز ويب سايت، وانا هسه عرضته في الشاشه هنا، ده الويب سايت بتاع الباحثين السودانيين. وحاليا هذه الايام في فريق بيقوده تامر ومعه الباشمهندس الشهد الباسم ومعهم شابه ثالثه ما اذكر اسمها هسه حاليا، هم شغالين في تحديث اللي هو الدليل، عندنا حاجه اسمها المرشد الى المنح الدراسيه التابعه للباحثين السودانيين، ده كان الاصدار الاول بتاعه، لمينا من الناس المنح الدراسيه اللي اخذوها في سنه 21 ونشرنا الكلام ده، لا بدات سنه 2017 ونشر في 21، اسمه السودانيز ريسيرشر سكولر شيب جايد. لو دخلت جواه بتشوفوا انه كل المنح اللي قبل كده تم الناس تتكلم عنها، وحاليا في بوستات عاينه هنا، ده المنح بتاع داد المانيا، ده المنح بتاعت وين منح بتاعت مش استراليا، اسمها شنو، المانيا، ايطاليا، اسبانيا، كوريا الجنوبيه، بيعملوا عنها بوستات بصوره مستمره. وهنا ده في سب سيكشن اسمه السكولرشيب سكولرشيبس، هنا دي الفولي فاندد ودي البارشال فاندد ودي السيلف فاندد ودي الجايد الفريكوينت انسرز كويشنز موجوده هنا ده. فاس يو كلام تامر معاك على اساس انه إحنا هنكون محتاجين نعمل بوست عن المنح الاستراليه، تمام؟ تفضل ممكن تجاوب عليه وبعدين ناخذ السؤال من دكتور ياسين. طيب شكرا على السؤال دكتور تامر. طيب بالنسبة الشكل بتاع الدكتورة، أنا كان سألت السؤال ده للمشرف بتاعي أول ما جيت، لأنه أنا نزلت ريسيرش طوالي. فهمته أنا إنه كان سابقا كان في جزء منها كورس وورك، أو اللي هو بتبدأ بالكورس وورك بعد ذاك بتخش في الريسيرش بعد فترة. حاليا كله بيور ريسيرش. انا خليني اتكلم عن الجامعه بتاعتي انا، لانه انا ما عندي علم بباقي الجامعات عشان انا اكون دقيق في معلوماتي. بالنسبه للجامعه، جامعه سيدني اللي بدرس فوق انا، بيور ريسيرش بالنسبه لاي بي اتش دي. طيب السؤال الثاني، هل بتحتاج لسبونسر؟ لا ما بتحتاج لسبونسر، امورك طيبه، جيت مشرف قدمت اخذت القبول اخذت المنحه بتجي طوالي. حتى في بعض الجامعات بيعملوا لك allocation او relocation stipend، اللي هو امسك دي 2000 دولار، اقطع بها التذكره تعال بها مثلا من مصر مثلا او من السودان او من قطر او من الامارات، تعال بها لحد هنا، ده حق التذكره وده حق الريالوكيشن كبدايه. بعد ذلك بتخش في الستايبند وبتخش في باقي الحاجات. استراليا يا دكتور انور،
الناس اللي انا برضو بقول استراليا دي في فرص كتيره الناس ممكن تقدم لها، بتقدم فول سكولارشيب فروم، انا واحد من الناس دي فروم اي تو زد، حق التذكره ذاته اللي انا اركب بها طياره اجيبها، بدفع عليك سكنك اكلك شرابك، ده غير الشغل طبعا. بعدين بتشتغل مثلا كلاب اسيستنت او كتيشنج اسيستنت او تشتغل كاجوال ورك برا الجامعه، لكن في فول سكولارشيبس كتيره. يعني انا حتى قعدت لي مع بروفين، انه انا بتكلم مع ناس كتيره بحاول افهم، قعدت لي مع بروف او بروفين بيقولوا لي يا اخي انا بيجيني فاندنج بضطر اخر السنه ارجع بعد القروش. ليه يا بروف؟ بيقول لا والله ما لقيت سوتابل كانديتس فبضطر ارجع الفاندنج. انا طيب الحاجه دي يا سير، طبعا برضه هنا برو في سؤال، طالما نعم هم بيغطوا الحياة دي كلها، في سؤال اتطرح هنا ده تقريبا من منو؟ المهم السؤال الفحوى بتاعته انه هل بيمولوا ليك البتاعة دي ومعاك اسرتك؟ ممكن انا اسوق معايا اسرتي؟ طيب. بالنسبة للطالب إذا كان سنجل أو إذا كان مزوج، الاثنين بياخدوا أنا الحياة اللي قابلتها كلها من 33 ألف دولار ل 40 ألف في السنة. ده كده الإجمالي، ده بيشمل أي حاجة من 33 ألف ل 40 ألف في السنة دولار أسترالي. ده المبلغ كامل. فالمزدوج او الزول العازب بياخدوا نفس المبلغ. طيب دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هل اذا مزوج بتقدر تجيب زوجتك او اذا مزوجه تقدر تجيب زوجك؟ نعم، بيجوا معاك كمراوغين، وحتى لو عندك اطفال بتقدر تجيبهم معاك عادي، ما في مشكله. من النقاط الجميله انا للاسف ما مزوج، لكن شفت الناس اللي قدامي او الناس اللي في الجامعات الثانيه الشباب، الواحد بيكون مزوج بيجيب معاه زوجته، زوجته ذاتها يحق لها انها تشتغل في الدوله. فانت بتكون من جهه عندك المنحه وعندك شغلك مثلا كبارت تايم، ومن جهه زوجتك برضه شغاله في التخصص بتاعها، اذا طبعا ورقه جاهز وامورها تمام برضه بتشتغل، فده باعتباره برضه دخل تاني. بل كمان ممكن زوجتك دي لانها هي اشتغلت ممكن تقدم للاغامه الدائمه قبالك انت اللي بتقرا، فتلقى زوجتك اخذ اللغامة الدايمة قبال ما انت تاخذها. فاذا مزوج من حقك تجيب زوجتك، واذا مزوج ممكن حقك تجيب زوجتك واطفالك، لكن المبلغ بتاع المنحة ثابت لكل الطلبة اذا كانوا مزوجين او غير مزوجين. طيب ممتاز حبيبنا دكتور ياسين، يا مرحب بيك، نورت كمان مدور دائما يعني، يديك العافية، تفضل. السلام عليكم دكتور أنور، دكتور تيسير يا أخي، كتر خيرك إنك أنت يعني بادرت بالحاجة دي من نفسك، ومعلومات جميلة جدا جدا، أنا سمعت جزء كبير منها. فأنا سؤالي ما بعيد من سؤال دكتور تامر، اللي هو دائما الدكتورة دي بيكون عندها يعني زول بيعمل أبليكيشن لها لحتتين، يا إما هو براه بيمشي بيعمل بيشوف الريسيرش جاب وبيجي، او النولج جاب بيجي بشوف وبعدها بيكتب البروبوزال بتاعه وبيمشي بشوف المشرف المناسب عشان يتواصل معاه كده يعني، تمام. ودي حته دي اصعب فتره يعني، مع الفتره بتاعت انه الزول يلقى المشرف المناسب دي، لانه ممكن ترسل 50 ل 50 بروف او 50 دكتور، وفي النهايه ما يقبلوك يعني. فدي دي حاجه طبيعيه جدا جدا، وتقريبا معظم الناس مروا بها. انا سؤالي يا دكتور تيسير، هل انت مشيت في الاي او تي الانترنت اوف ثينكس، مشيت لقيت النولج جاب، ولا في بروجكت اوريدي الجامعه شغاله فيه وانت يعني قدمت الريكوست بتاعك انك تشتغل في المشروع ده؟ يديك العافيه. تيسير طيب ايوه نعم. طيب دكتور انور، الاجابه اللي هقولها دي اجابه من رأي شخصي، يعني دي ما معلومه، كويس كويس انك وضحت، تفضل. دي ما حقيقه كونيه. ممكن كلامي ده يطلع صح في كان صح بالنسبه لنا، فممكن يطلع غلط بالنسبه لزول تاني، لكن بالنسبه لنا كان صح. طيب انا حاولت أمور على نفسي،
انا داير اقول انا لما جيت قدمت للدكتوراه انا كنت في مصر، تمام؟ آه، صوت واضح يا دكتور انور. اي واضح، انت كنت في مصر طيب يعني طلعت من السودان بعد الحرب. آه، لا انا كنت في مصر قبل الحرب، صدفة دي اوكي اني كنت في مصر قبل الحرب. اوكي آه، تمام. لا لكن فترة الحرب انا كنت بقدم، يعني كان يعني بعين شايف الحاصل وبقدم. انا بسمع السؤال ده سؤال لشنو؟ عشان الناس برضو دي كان ريليت يو، يعني يشوف انه والله انت الظرف بتاعك كان ظرف، يعني هو زي ظرف انا ده والله، حريب والناس بقت في مشكله في الاملاك بتاعتها وفي اوضاعه وبتاع، وبيه ده كله كان في انت ده كنت ديتيرمنت وقدمت وشالوك هسه في استراليا. دي المسج اللي شايف انها بتكون يعني بتهم ناس كتير جدا، رايك شنو؟ صحيح صحيح. انا كنت في قبل الحرب كنت في الامارات، قعدت في الامارات فتره، جيت مصر قبل الحرب باسبوعين، بعد ذاك جيت 1 ابريل والحرب للاسف قامت 15 ابريل. لكن كمان انا من الحرب انا كنت في مصر في المنطقه الحدوديه بين السودان ومصر في اسوان، فاهلي هناك، انا اهلي عايشين هناك حاليا لفتره 7 8 سنه. ففي المنطقة الحدودية دي أنا يعني بنوم بصحى بلقى فلان قدامي، مالك يا زول؟ الله يجينا من السودان السي جاي بيقولوا بيعجاجه، الحاصل شنو؟ والله حصل كذا كذا كذا. وفعلا فعلا الناس خسرت كل حاجة زينا زي أي سوداني تاني، خسرنا كل حاجة. فأنا كنت مصر يعني وصلت لعقلي إنه يا جماعة أنا لازم الموضوع ده أنجزه عشان يكون بالنسبة لي حلنا انا وحل اهلي يعني معي. الحقيقه اقدر اقول انا قبل ما اجاوب على السؤال، انا اخذت بالمناسبه اكثر من منحه، اكثر من جامعه. انا جامعه سيدني ادتني فول سكولرشيب، وجامعه ملبورن برضو قدموا لي فول سكولرشيب لكن اعتذرت لهم. جامعه سيدني وجامعه ملبورن دي جامعه رقم واحد وجامعه رقم اثنين في استراليا. مرة جامعة ملبورن بيكون رقم واحد، مرة جامعة سيدني بيكون رقم واحد، اللي هم متنافسين كده يعني زي خرطوم السودان كده في بعض الأقسام. فأنا اعتذرت لملبورن لأنه تواصلوا معي بعد ما أنا وصلت الأراضي الأسترالية، يعني الأدميشن بتاعهم كان متأخر شوية، فبعد ما وصلت أستراليا هم تواصلوا معي. كنت أوريدي جوا أستراليا، لكن أنا أصلا جامعة سيدني لأنه المشرف ممتاز والجامعة ممتازة. طيب زي ما قلت زمان كان في كورس وورك، لكن حسب المعلومة اللي فهمت أنا من المشرف ده إنه كنسلوا الكورس وورك وبقى كله ريسيرش. طيب أنا كنت بحب أسهل لنفسي، بالذات إنه الظروف ماشية صعبة، يعني الظروف ماشية صعبة، فبدل ما أنا صعبة على نفسي كمان، لا أنا سهلة على نفسي. طريقة التفكير بتاعتي كانت بالطريقة دي، أنا سهل على نفسي كيف. طيب أنا والله أتواصل مع المشرف وأقول له يا أخي أنت زول ما شاء الله وزول أكاديمي وممتاز، وأنا شايف إنك أنت شغال في المجال الفلاني، أنا دار أشتغل معك في المجال ده. طيب فهو حيسألني أنت الريسيرش ده بتاعك شنو؟ والله يا بروف أنا واخد فكرة الفلانية الفلانية، لكن أنا دار أشوف توجهاتك أنت شنو؟ طوالي معظم الاكاديميين بيكون عندهم رغبه انهم يشاركوا الحاجه دي، والله انا توجهاتي شايف كذا وانا شايف كذا وانا شايف كذا. فانا كان تركيزي انه انا امشي في نفس الخط، في اي تقديم قدمته كان تركيزي انه انا امشي في نفس الخط بتاع المشرف، ما احاول اطلع بيه من الحته دي، لا المشرف ماشي في الخط الفلاني انا معاه في الخط الفلاني، لانه اي مشرف بيكون عنده تركيز معين، اي مشرف بيكون عنده مشاكل كبيره كده بيج ايشوز داري يحلها في التخصص بتاعه، فانا بشتغل تحت المظله بتاعت المشرف. فبالنسبه للريسيرش، بالنسبه للريسيرش جاب الحاجه دي بتناقش انت مع المشرف، بعد ما المشرف يشوف ورقك، شاف ورقك جيب ورقك، والله انت درجاتك كويسه، والله عندك بابليكيشن قبل كده، والله انت الريكومنديشنز بتاعت من المشرفين كويسين، ممكن محتاج الريسيرش جاب دي تناقشها مع المشرف، تبقى كونفرسيشن بينك وبين المشرف، اخد ودي انت شايف شنو؟ انا شايف كده، انت شايف كده، لحد ما تصل لنقطه معينه تقدر بعد ذلك تبدا بقى البي اتش دي بتاعك. فالريسيرش جاب انا بالنسبه لي كان نقاش بيني وبين المشرف، لحد ما وصلنا اتفقنا انا وهو على ريسيرش جاب معين.
بس دي كان إجابة للسؤال ده يا دكتور عمر. النيغوشيشن ده كله تم وانت قاعد في اسوان والبروفيسور في استراليا؟ كله عن طريق الإيميل. وأنا يا دكتور أنور، أنا ما بعرف أي زول في أستراليا، ما بعرف أي شخص في أستراليا، برضه طيب أوكرانيا ما بعرف أي الكلام ده كان شخص تماما. في فيدرا قدر شنو؟ شغال في الإمارات، خليت شغلي في الإمارات لا، انا قصدي الكوميونيكيشن من يوم ما ارسلت له الرساله بتاعت الانترنت بتاعك لحد ما جيت انت استراليا كطالب دكتوراه عنده، الفتره دي قدر شنو في الكوميونيكيشن بينكم؟ طيب انا تواصلت مع جامعات كثيره جدا، انا ممكن اقول لك تواصلت مع الجامعات كلها، لكن بالنسبه لجامعه سيدني 6 شهور نعم، 6 شهور من الالف بالضبط للياء، جيت لحد ما انت هناك. ست انا شهور الكلام ده هاي. السؤال ده سالك ليه ولشنو؟ لانه برضه تو سيت الاكسبكتيشنز بتاعت الناس. يعني في ناس الواحد فيهم بيكون مثلا داير، احنا في شهر 5 الليله و10 5 داير منحه بتاع الدكتوراه عشان يكون في شهر 9 بعد 4 شهور يكون في الجامعه في استراليا ولا كده. طبعا يا اخوانا القصه دي دار لها بلاننج، دار لها بلاننج ودار لها زمن يعني. فده المهم جدا جدا. طيب يا اسامه دكتور انور، نعم تفضل يا تسلم. بس اليوم انا قدمت ترتيب خطوات سريع، انا خشيت نعم الموقع وتواصلت مع المشرف، المشرف وافق علي، بقدم للجامعه وبقدم للمنحه وبنتظر النتيجه. النتيجه طلعت، انا بقدم للفيزا. الفيزا يا جماعه انا قدمت للفيزا، اخذت معي اسبوعين. الفيزا لا اخذت لا، لانه اسبوعين. لو جاء قبول في جامعه سيدني الجامعه الاولى في العاده بيكون في فاست تراك بتاع الفيزا. ايوه نعم طيب. حسام الدين تفضل. السلام عليكم، أنا عليكم حسام الدين السلام. محمد أحمد. الحاجة اللي عايز أقولها إنه في 2022 كان عملت ويبنار عن المنح المتاحة حسام للطلاب في انت سيدني. طالب دكتوراه؟ لا أنا طالب ماستر وين في مجالك شنو؟ المجال، في المجال أجريكلتشر بايو تكنولوجي اوكي وين؟ في هنغاريا المجر. اوكي ممتاز الحاجة اللي ممتاز. عايز أقولها أنا إنه في 2022 كان عملت ويبنار عن المنح المتاحة للطلاب السودانيين في المجر، فأنا كنت واحد من الناس اللي حاضرين الاجتماع، وبناء على الكلام اللي اتقال في الاجتماع والمعلومات اللي قدمت فيه، هي كانت بالنسبة لي كدليل في خطواتي للتقديم والبداية بتاعت التقديم من البداية لحد النهاية، بل حتى تواصلت مع محمد عمر اللي هو كان متحدث في الاجتماع ذاك، وهو حاليا موجود هنا في الجروب، ما قصر معي جدا وساعدني جدا في الخطوات لحد ما وصلت، وانا حاليا خلص على وشك اخلص السنه الاولى في الماجستير. فالحاجه اللي عايز اقولها انه المعلومات اللي بتتقدم هنا مفيده جدا، والمجهود اللي بيقوموا به الشباب حاجه مثمره جدا، ويتمنى لهم التوفيق كلهم ولكل الناس الطلبه اللي بيحضروا في الويبينار حاليا او اللي بيصلوا له، اذا اخذوا المعلومات دي في الاعتبار للتقديم فدي هتكون دافع كتير لهم جدا. وبدليل انه انا حاليا اتقابلت في المنحه اللي اتقابل فيها محمد عمر من نفس الويبنار. شكرا. الله يجزيك كل خير يا حسام. طبعا دي حاجه رائعه جدا انه نسمع فيدباك انه الجهود بتاعت الشباب في الباحثين السودانيين ككل. طبعا في معانا اكثر من مشرف موجودين في الجلسه هنا، ده منهم حبيبنا باشمهندس حيدر ابراهيم، وقبل تامر وقبل وبعده ياسين، يعني دول كلهم ظهروا هنا ده. فليكم التحيه جميعا على الجهود اللي بتقدموها، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم جميعا. كتر خيرك يا حسام، الفيدباك ده صراحه مهم وملهم لناس كتار جدا. شكرا. طيب حامد المهدي تفضل. حامد المهدي عندك سؤال؟ طيب في ابراهيم بكري كان سأل سؤال في الشات، قال لك هو عامل ماستر بالبحث من غير شهادة التفاصيل، عبارة عن مشروع بحثي، هل الكلام ده بيشكل مشكلة ولا انه لازم يكون عندك بحث التكميلي ومواد التدارسة وترانسكريبت لكل واحدة في التجربة بتاعتك؟ طيب دكتور انور، انا في حاجتين ده اوضحهم. اول شيء انا ما عندي بابليكيشنز خالص. اوكي ممتاز، دي معلومة مهمة والله. ما عندك قبل كده انا شرت اي شيء؟ ولا يجي نظيفة اوكي اها نظيفة، ما عندي اي بابليكيشنز. لحد يا الناس سلام. الناس اي لحد السلاح عشان اخلص الدكتوراه لازم يكون عندي بابليكيشن. نعم لكن يا جماعة عشان الناس تكون عارفة، اللي بيقول لك والله انا ورقي ناقص لا، انا بس انا كان بس انا جايب امتياز، شالوني عشان جايب امتياز في الماجستير وجايب جيد جدا في البكالوريوس، ده شالوني عشان كده.
زول مجتهد بس. بابليكيشنز ما نظيف، هل عندي خبرة في التدريس؟ ما عندي خبرة في التدريس. زي ما قلت لك، الحاجة الوحيدة اللي عندي اللي هو جود جريدز، درجات كويس، بس ما عندي اي شيء. وركزت كثفت التقديم بتاعي شديد. ناس، انا في ناس بتستغرب، بقول لي كيف انت اخذت، كيف هتعمل بي اتش دي وما عندك بابليكيشنز؟ وفعلا العادي انه لازم يكون عندك بابليكيشنز، ولازم يكون عندك بابليكيشنز كمان في مجلات محترمة. فأنا ما عندي بابليكيشنز، ما عندي بابليكيشنز خالص، وما عندي خبرة بتاع التدريس برضو. لو عندك، فلو عندك بابليكيشنز بتزيد فرصك، ولو عندك خبرة بتاعت مثلا مساعد تدريس، معيد في جامعة، برضو بتزيد فرصك. فده الحاجتين برضو ممكن يزيدوا فرصك في التقديم. انا ذكرت الحاجة ده عشان الناس تعرف، حتى لو عندك حاجة ناقصة هنا ولا هنا ممكن برضو تقدم، وربنا بوفق في النهاية. أولا وآخرا الموضوع توفيق يعني من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده كلام مفيد جدا وكويس. هو هي طبعا على حسب الكالتشر بتاعت البلد، يعني الدول الاسيويه بصوره عامه، ناس اليابان والصين وكوريا وماليزيا واندونيسيا، دين كلهم بيكون فيهم، حتى الهند برضو اعتقد بيكون دارين ريسيرش بابليكيشنز كتير. لكن طبعا الناس اللي بيكون عندهم الكالتشر بتاعت الانوفيشن والبتاع ديل، ما ممكن ما يهتموا بشهاداتك ذاتها لو كان في اندستري، وممكن ما يهتموا بالريسيرش بتاعك لو كنت في الجامعه، البابليكيشن بتاعتك لو كنت في جامعه. يعني بيكون في سيرتن انديكيتورز، وعلى حسب المجال اللي انت فيه برضه، الكلام ده بيعتمد على الاريا بالضبط اللي انت تعمل فيها. يعني في ناس مجالاتهم صعبه جدا النشر، يعني انك تنشر لك ورقه علميه اصليه، مثلا زي ناس الايكونومكس، ديل ناس المجال بتاعهم ما سهل عشان تنشر لك اوريجينال ريسيرش بيبر في اسمه شنو، هاي امباكت جورنال ولا كده. فبيكون الواحد تلقاه عنده ورقه ورقتين ثلاثه الى اخره حتى بعد البي اتش دي. في المقابل الناس بتوعنا احنا في مجال الكمبيوتر ساينس ممكن ينشروا اكتر يعني كده. فشكرا لك على المعلومه دي، معلومه مهمه جدا صراحه. في سؤال برضو كان على الامتحان بتاع البي تي اي، مش كده؟ البي تي اي، ورد عليه الباشمهندس حيدر كتر خيره، وقال انه حضر له من اليوتيوب، وبعد 9 ايام بالضبط ضغط نفسه في انه يقرا من اليوتيوب. الرسوم بتاعته تقريبا زي 222 دولار، ده ايكويفالنت للايلتس. يعني في البرزنتيشن باشمهندس تيسير قال انه محتاجين ايلتس يكون، او ايلتس بطريقتنا نحن، يكون 6.5 ات ليست، لكن ما يكون اقل من 6 في اي باند من الباندز، مش كده؟ مش ده كان الريكويرمنت بتاع باشمهندس؟ ايوه صحيح. تمام. فهنا ده ولا يعني كان في يا ده يا اما شنو حاجه تاني. الحاجه التانيه كانت شنو؟ كانت يكون في امتحان تاني ايكويفالنت، بي تي اي اللي هو بي تي اي اكاديميكس. البي تي اي اكاديميكس. البي تي اي ده يا شباب اسهل، يعني انا بتذكر لما كنا في كوريا الجنوبيه برضو كان مطلوب مننا انك تكون عندك توفل. فالتوفل لو ما عندك في امتحان تاني محلي عندهم في كوريا اسمه التويك، تيست اوف انجلش از كوميونيكيشن لانجويج. فالناس كلها هناك بتمتحن تويك، ما بتمتحن توفل. التوفل لانه صعب بالنسبه لهم. فدي حته مهمه جدا جدا. طبعا احنا، انا انكرج بيرسونلي الزول بيقدر يمتحن ايلتس ويجيب فيه درجه، ده بيكون انت خلاص ريحت نفسك، دي لغيت لك باب مهم جدا. هاويفر لو ما عندك امكانيه انك تعمله لاسباب ماليه ولا اسباب بتاعت غيره، شوف شنو الالترناتيف اللي ممكن تتعمل، من ضمنها البي تي اي ده. ويا اخوان هو استراليا بلد بتاعت كومن ويلث، معناها شنو؟ معناها بينطبق عليها، بينطبق على نيوزيلندا، بينطبق على كندا، بينطبق على كل الدول بتاعت الكومن ويلث ال 15 دي. فبالتالي الناس مش تشوف شنو البدائل منها البي تي اي ده. يا حيدر ان شاء الله هنحاول نعمل لنا جلسه عن البي تي اي كالتيرناتيف للايلتس والتوفل والشباب دول. طيب في ندي محمد عطا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير على هذا الاجتماع دكتور أنور ودكتور تيسير. ربنا إن شاء الله يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. بس يا دكتور تيسير، هل بالنسبة للحصول على المنحة،
هل مقيد بالعمر؟ نحن طبعا اوفر 40، فهل في لانه كثير من المنح شايفها الان مقيده بالعمر، ودي نقطه. النقطه بالنسبه للدكتوراه والماجستير، هل العمر شرط اساسي للحصول على للمنحه؟ وكنت عايز اسال من الابلكيشن، لكن الحمد لله جاوب السؤال قبل ما اساله. شكرا لك كثير، ان شاء الله. يصير ايوه ممكن طيب تجيب على الموضوع بتاع العمر ده، يعني اوفر 40 بالنسبه طيب للبي اتش دي ولا كده. وفي برضه زي زول تاني برضه في الشات برضه بيسال في انه شنو العمر المقبول للبكالوريوس اخر حاجه، وشنو الماجستير وشنو الدكتوراه. اتفضل. بالنسبة للجامعة نفسها أو بالنسبة للبرنامج الدراسي، ما في عمر. إذا كان بكالوريوس أو إذا كان ماجستير أو إذا كان دكتوراه، أنا ما قابلني في التيرمز أند كونديشنز، في شروط المنحة، إنه لازم يكون في عمر معين. لكن العمر بيجي وين؟ العمر بيجي في فيزا ما بعد الدراسة. يعني خاتين، عشان أنت تاخد فيزا ما بعد الدراسة بالنسبة للدكتوراه حد الاقصى 35 سنه، يعني المفروض تكون خلصت الدكتوراه قبل ما تحصل ال 35 سنه، بلي فيزا ما بعد الدراسه. اما بالنسبه للدكتوراه نفسه، لا هشرح النقطه دي تاني. لو درت تقرا دكتوراه ما في سن، لكن لو دار فيزا ما بعد الدراسه اللي هي يسمونها بوست دي فيزا، دي عندها حد اقصى 35 سنه. السنه اللي فاتت كان 50. طبعا في تغييرات يا جماعه في موضوع الدراسه ده بالنسبه لاستراليا وكندا. من بدايه السنه دي في تغييرات كبيره جدا، وبيجوا مضيقين الشغل شويه بالنسبه للدراسه. فالسنه اللي فاتت كان 50، انت ممكن تاخد الفيزا ما بعد الدراسه لحد عمر 50 سنه، ما عندك مشكله لما تخلص الكورس، لما تخلص الدكتوراه. هسي بقى لما عندك لحد 35 سنه لما تخلص الدكتوراه. يعني انا خلصت الدكتوراه، عشان اقدم للفيزا دي لازم اكون اقل من 35 سنه. اما بالنسبه للدراسه نفسها، لا. بالنسبه للببليكيشن يا جماعه، ما في ستاندرد. انا اكبر مثل، انا ماخذ منحتين، جامعه سيدني جامعه ملبورن، دي التوب تو يونيفرسيتيز في استراليا، والاثنين انا ما عندي ببليكيشن. فانا بس كان تركيزي، انا لما انا بقدم برك خدت في بالي برضو انه اوكي انا داير الجامعه الفلانيه ودار التخصص الفلاني. برضو انا لازم اراعي يا جماعه انه الموضوع الفندنج، يعني انا زي بحاول اشوف الموضوع من زاويتهم هم. هل الناس دي هيكون عندهم فندنج ولا ما عندهم فندنج؟ ده زي انا بقدم لشركه لكن ما عارف عندهم وظيفه شاغره ولا لا. شغال بقدم بس، ما لازم يكون عندهم وظيفه شاغره عشان يقوم يدوني لها عشان انا بعد ذاك اشتغل معاهم. فنفس الفكره، الجامعه لازم يكون عندهم فاندنج عشان يدوك انت سكولرشيب. احنا بنتكلم عن مين حسي؟ لازم يكون عندهم سكولرشيب، يكون عندهم فاندنج. من الملاحظات انه كل ما الجامعه كانت كبيره معناتها عندها اندورسمنت اكتر، معناتها عندها فاندنج اكتر، معناتها بتدي فرص اكتر. كل ما كان جامعه صغيره فاندنج اقل، فرص اقل. فانا تجربتي الشخصيه برضو دي ما حقيقه ثابته، تجربتي الشخصيه انه انا كثفت التقديم بتاعي. قدمت صباح ومساء، انا بقدم 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 بقدم، برجعوا لي البروفات، بتواصل مع البروفات، بروف بديني اوكي بقدم للجامعه اللي بعديه، البروف الثاني بديني اوكي بقدم للجامعه بتاعته اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه. انا لو ممكن اشارك، انا كان في فتره يعني انا قدمت اي جامعه في استراليا انا تواصلت معاها. تجربتي الشخصيه، في ناس تانيين انا بعرف شباب في نيوزيلندا وفي استراليا تواصلوا مع مشرف واحد في جامعه واحده وجيب لهم دكتوره. يعني زول تواصل مع مشرف واحد في جامعه واحده ووصي حاليا بيقروا دكتوره. انا طيب انا للاسف هنا بس الطريق اللي داير انا اعمل باخده. تعليق يا تيسير سريع كده على الحته دي. طبعا في الحاله دي تحديدا انا بعرفها ليه، لانك انت بتمشي وبتكون شغال في ريسيرش ولا بتقرا في ماستر ولا شغال في اي حاجه،
لكن في ريسيرش محدد يعني استرعى انتباهك وعندك فيه انترست او انت باشنت اباوت، عندك شغف فيه. قريت قريت قريت، لميت في بروفيسور كده ناشر في الموضوع ده، قريت الورقه الاولى الورقه الثانيه الثالثه الرابعه، وصلت لمرحله بتاعت انت فاهم البروفيسور ده الريسيرش ايشوز بتاعته وين. ما هو في نهايه الورقه بيقول انه والله احنا وصلنا لكده كده كده في الفيوتشر، احنا مفكرين نعمل 1 2 3. فهو بقوم اول ايميل انت بترسله له بتقول له يا اخي انا والله قريت عندي انترست في الاريا بتاعتك، قريت الاوراق العلميه بتاعتك كلها السابقه، وشفت انك انت عندك ايشو في الحته الفلانيه، انا اي ثينك ممكن اعمل فيه حاجه بالابروتش الفلاني ده. هنا انت بتكون دخلت مع البروفيسور في بيزنس طوالي، يعني ده الاجتماع الجاي بتاع الريسيرش بيقول والله هيجيني زول عشان يشتغل في الاريا دي. فهو فعلا انت يعني بترسل لزول واحد وطوالي، لكن بيتطلب منك انت انفستمنت في انك تمشي تقرا حاجات الزول ده، وقرايه بتاعت قلب يعني، ما قرايه بتاعت بس عدي من وشك، بتكون لخصت الابحاث بتاعته. قد يكون انت في الريسيرش جروب بتاعك ولا في الانترنت بتاعك انت قدمت ورقه قبل كده، يعني وريت انه البروفيسور ده حل حياته مشكله، فانت عارف كويس القصه. فهي فعلا بتكون طلقه واحده لزول واحد وبتجيب التارجت تمامه. تفضل يا تيسير. نعم يا دكتور، فعلا كلامك صح يا جماعة. أنا مهندس تيسير لسه ما بقيت دكتور. الدكتور دكتور أنور، بس دي الطريقة أنا قدمت بها، إنه أنا قدمت في عدد من الجهات، وزعت ورقي، سلمت ده وسلمت ده وسلمت ده وسلمت ده، وزي ما بيقولوا رجيت الري يعني. فبقولك بقول المزارع بيزرع وبرجي الري، فزرعنا نحن ورجينا الري. فقدمت انا في جهات كثيره في الطريقه بتاعت دكتور نور، اللي هي طبعا دي طريقه اقوى شويه او مضمونه اكتر، لانه انت عارف البروسيس ماشي كيف، عارف المشرف بيقول في شنو، عارف ليه. اما انا بالنسبه لي بحكم انه انا ما عندي بابليكيشن، انا كنت خايف من الحته دي، ده اوضح للناس، انا كنت خايف من انه انا ما كان عندي بابليكيشن، انا كنت خايف انه ما اتقبل في اي حته، مش اتقبل في منحتين، اتقبل في زيرو منحه. ليه؟ لانه انا ما عندي بابليكيشن. اي زول اتكلمت معاه قال لي يا تيسير ما عندك بابليكيشن، انسى الفكره، ما تقدم وما تتعب نفسك وما تتعبنا معك. الكلام ده يعني قال لي بالطريقه دي، ما عندك بابليكيشن ما تقدم ما تتعب نفسك وما تتعبنا معك. انا اصريت قلت لا لا، الارض اللي زي بيقولوا الارض اجرب بدل الحجر، انا داير اجرب بنفسي واشوف بنفسي واقتنع بنفسي. قدمتها لكل الجامعات، خدت في بالي موضوع الفندنج، انه ممكن ده يقول لي لا، وفعلا ده اللي بيحصل. بيقول لي اسمع والله ورقه كويس لكن ما عندنا فندنج، بنعتذر لك. البعديه والله ورقه كويس لكن ما عندنا فندنج. كم مره سمعت الكلام ده من كم جامعه، من كم مشرف، لحد ما لقيت زول قال لي ورقه كويس وعندنا فندنج. اوكي تمام شكرا، طيب هنقدم كيف؟ والله يقدم بالطريقه الفلانيه، بعدك بقدم. فطريقتي دي واحدة واحدة من الطرق، والناس بتتعلم من بعض. أنا زي ما أنا برجع وبقول كفيدباك مننا، أنا متابع دكتور أنور من أيام أنا في البكالوريوس، وبنتعلم منه وبنتعلم من جميع الناس اللي قدامنا، وأتمنى طريقتي دي تقدر تخدم لها إن شاء الله حتى لو شخص واحد يعني. يا اخي الله يكرمك يا اخي، يديك العافيه وربنا ان شاء الله ينفع بيك يعني. معاويه، معاويه احمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. دكتور أنور، كيف حالك؟ إن شاء الله كويس. دكتور معاويه بتاع سلطنه عمان، نعم ازيك يا راجل يا جميل؟ كيف أخبارك يا اجرب أجمل؟ يديك العافيه. صراحة يعني هذا الموضوع يخليكم أجمل في نظر كل حد يعني، صراحة، لأنه إحنا عندنا السودانيين كثيرين جدا يعني تنقصنا الخبرة في التقديم إلى المنح بالذات. فده توضيح جميل جدا، واتمنى انه يا دكتور انور تجيب خبره من بلدان اخرى يعني، من اسيا، من اوروبا، على اساس انه يكون عندهم المام كبير بكيفيه التقديم الى المنح. انا بسال الباشمهندس، يعني هل انت وجدت اعلان وقدمت، ولا انت بعد ذاك انت لحالك بدأت تبحث في الجامعات وتشوف الفرص الموجودة في الجامعات وكذا؟
بالنسبة للبابليكيشن، أفتكر البابليكيشن ما مطلوب قبل ما تبدأ الدكتوراه، لأنه مطلوب بعد ما تبدأ تقريبا في كثير من الدول. يعني بعد ما تبدأ لازم يكون عندك مجموعة بتاعة بابليكيشنز. في ناس طبعا في بعض الجامعات 2 بابليكيشن، بعضها واحد، وطبعا أصبح الآن في سكوبا صوبة في ساينس. لكن الـ العبرة وين؟ هل في مثلا مواقع معينة من خلال الطلاب يبحثوا؟ هل في بتجي إعلانات، ولا هل أنت من حالك بحثت في إنك أنت تتحصل على منحة؟ شكرا لك جزيلا، شكرا أنور يا أخي على هذا الموضوع. يعني الله يكرمك يا دكتور معاوية. دكتور معاوية عليك الله، معلش أنا بس عايز استطرادية سريعة في زول، تفضل بس أنا هرسل لك في الخاص هنا داير رقم تليفونك بسرعة. شكرا، جدا تفضل جدا. جاوب يا تيسير، تفضل. تمام. بالنسبة للتقديم، كان سؤالك عن التقديم، هل أنا كيف تواصلت أو كيف وصلت للحاجة دي؟ من تجربتي أنا، ولاحظت ناس كثير بتعتمد على الرابط المنحة الفلانية، يعني رابط كذا رابط كذا. لا يا جماعة، أنا أخذ خطة إنه أنا أدخل على الناس دي. كيف؟ هنا دكتور أنور جزاه الله خير شارك الروابط بتاعت الجامعات كلها اللي هي موجودة في الملف بتاع البرزنتيشن. أنا بنصح أي زول مهتم ينزل الملف بتاع البرزنتيشن ده عنده في الجهاز ويشوف الروابط، رابط، بخش الرابط زي ما قلت اللي هو موقع الجامعة. أنا الطريقة بتاعتي بخش موقع الجامعة، بخش القسم الخاص بي، قلنا مثلا صيدلة، بيشوف كل المشرفين بتاعين الصيدلة، بتواصل معاهم شخص شخص. فدي الطريقة، أنا بتواصل مع المشرف بسأله هل عندك منح؟ هل عندك فرص؟ في اللي بيقول لك في فرص، في اللي بيقول لك ما في فرص، في اللي بيقول لك السمستر الجاي، في اللي بيقول لك السنة الجاية، في اللي بيقول لك أنت ما مؤهل. فنحن بنتواصل مع المشرفين واحد 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 لحد ما نصل للحاجة اللي دايرينها. ليه؟ لأنه يا جماعة الفندنج احنا ما عارفين الفندنج بيجي منين، الفندنج ده رزق. ممكن الفندنج يجي من الجامعة، ممكن الفندنج يجي من البروفيسور نفسه، ممكن الفندنج يجي من الحكومة، ممكن الفندنج يجي من شركة خاصة. فما أي فندنج ممكن يكون معلن، ممكن يكون المشرف يقول لك كده اصبر خلينا كده اشوف كده اجرب لك كده. ف نتواصل مع المشرف، نفتح خط بتاع تواصل مباشر، انا فلان من دولة السودان، حاصل لي كده وضعي كده، الحرب الجامعات البلد، انا ده عندي بكالوريوس، عندي ماجستير، ده رجع اقرا، وبسأل يعني الفرص المتاحة شنو. فنتواصل مع المشرفين، بعد ذاك المشرفين هم بدون المعلومات اللي عندها علاقة بالمنحة، ما نمشي نفتش للمنحة. ولا أول خطوة ستيب 1 نلقى المشرف، والمشرف وافق علينا، بعد ذاك إن شاء الله الحياة كلها بتسهل. الخطوة الأولى المشرف وليس المنحة. تمام، طيب انا برضو داير اوضح يا شباب، لو شفتوا انتوا القناه بتاعت الباحثين السودانيين في اليوتيوب، السودانيز ريسيرش فاونديشن، احنا من 2014 قاعدين نعمل، او 2013 قاعدين نعمل بصوره دوريه يعني ويبينارز عن المنح الدراسيه، بنستضيف زول او زي سي رسي بيقول له يا اخي ورينا التجربه بتاعتك، وهي من هنا احنا قدرنا نكون المرشد للمنح الدراسيه التابع للباحثين السودانيين. فبتلقوا فيه لسته اسمها ورش عمل الباحثين السودان حول المنح الدراسيه، بتلقوا فيها ملفات مختلفه، في ناس قدموا على المنح الامريكيه، المنح في قطر، محمد صبري دكتور محمد صبري قدم على المنح في ايطاليا، ناس مزعب وبتاع قدموا عن في، بالمناسبه الكلام ده في منح، يعني كيف مثلا تاخذ منحه في هارفارد كينيدي سكول اوف جوفرنس، قدمها لنا الاستاذ طارق هاشم هلال اللي هو اخذ المنحه بتاعت الميد كارير دي، الماستر اوف بابليك ادمنستريشن. فالحاجات دي يا شباب موجوده في القناه بتاع الباحثين السودان. انا ابريشيت بامانه شديده انه بعض مرات المعلومه الما كرنت الناس بتمل منها، والفيديو الطويل في اليوتيوب بتمل منه،
لكن يا اخواننا هسه حاليا لو انا بفتش لي في منحه بتاع الدكتوراه بعد الحرب، بعد الخراب اللي حصل في بلدنا ده، ربنا ان شاء الله يصلح الحال، ما اظن القصه دي حتكون مشكله. يعني انه تحضر لك فيديو ساعه وساعتين وثلاثه في اليوتيوب عشان تطلع منه معلومه. الحاجه الثانيه انه لو لقيت اي زول موجود في فيديو من الفيديوهات بتاع الباحثين السودانيين، ممكن طوالي تجي وين؟ تجي الجروب بتاع الباحثين السودانيين تسال يا اخواننا الزول ده وين؟ لانه احنا برضه بالحياه اللي بنعملها، اسي تيسير مش هقدم لنا عن منحه استراليا، تيسير ويل افيل هيز كونتاكت. يعني لو في زول داير يسال فيردر عن استراليا، حضرت البرزنتيشن بتاع تيسير، بعد ذاك ده تتواصل مع تيسير اللي في حاجه واقفه ليك ولا في معلومه محدده، ممكن نوفر لك الكونتاكت بتاع تيسير. لكن ده بعد ما انت عرفت الموضوع شنو وكل الخطوات مستوفيه وكده وبتاع. فالكلام ده مهم برضه عشان ما نضيع زمن الناس. في ناس كده الواحد بعد ما حضر المحاضره داير يجي يعيدوا له المحاضره براه في الخاص في مكالمه جانبيه، الكلام ده ما بيبقى يعني. وبس بنطلب من الناس انهم يعني يجتهدوا شويه. زهير تفضل. زهير طيب، تامر تفضل. تامر السلام عليكم. آخر سؤال تقريبا، أعتقد إنه سؤال مهم ناس السودان بالذات مع الظروف بتاعت الحرب، الحتة بتاعت إنه معظم الجامعات طبعا بتطلب الترانسكريبتس أو التفاصيل بتاعت الجامعات والشهادات. الوضع كان كيف بالنسبة لتقديم؟ إذا أنا ما أعرف أنت إذا درست في السودان ولا لا، أعتقد إنه أنت لو درست في أوروبا الحاجات دي بتكون يعني وأمريكا بالحياة بتكون فيري سيملسلي، إنه بتترسل عن طريق الإيميل مباشرة من الجامعة للجامعة الثانية. لكن بالنسبة للسودان تقريبا شوية الحاجات مصعبينها، يعني لازم توثيقات وحاجات. هل الحاجات دي انطلبت منك لو انت درست في السودان وعندك فكرة عنها في الظروف الحالية دي كيف؟ هل في تقييم مثلا في امريكا بيعملوا حاجة اسمها evaluation اللي هو بيقيموا الشهادة، هل الحاجة دي اتعملت في استراليا برضو بيطلبوها؟ طيب، بالنسبة للتغييم، التغييم بيدعمله أنت كطالب؟ لا، ما في تغييم بيدعمله أنت كطالب، بس بيطلب منك ورقك يكون مترجم وموثق، بيطلب منك ورقك يكون مترجم وموثق فقط. بعد ذلك إذا هم في أي تغييم ممكن يكون بيعملوه هم من طرفهم، لكن على حسب علمي أنا ما بزول طلب مني يعني من طرفي أنا كطالب، ما طلبوا مني أي تغييم. وانا بعرف ناس جو من السودان، بعرف ناس جو من جامعة الخرطوم، من جامعة السودان، وناس جو من السودان يعني قروا في السودان وجو من السودان. انا قريت في اوكرانيا، لكن بعرف ناس جو من السودان برضو منح وبرضو دكتوراه وبرضو في استراليا، وما شاء الله لنا الكفاءات عندنا كثيرة. انا شايف انه انا انسان يعني اتمنى اكون زيهم من ناحية الكفاءات. انا بس انسان هاي الوحيد اللي فيني بحاول، بس عندي كثافة المحاولة بس، ما أكتر من كده. هنا وهنا 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 لحد ما لقيت حاجة. فلو ممكن أضيف حاجة يا دكتور أنور، أنا في ناس كثير اتكلمت معاهم، بلقاهم ناس كفاءات وناس معيدين في الجامعات ومحاضرين في الجامعات وعدد كثير من الببليكيشنز. الحاجة الوحيدة، في حاجة واحدة بس ناقصة، اللي هو زي ما قلت لك تستيف الورق، إنه كيف أنا بعرض نفسي. أنا المفروض المشرف ده لما يشوف السي في بتاعي، لما يشوف حاجاتي دي، هو يكون مبسوط. فأنا بلقى في ناس يعني فايتاني بالبابليكيشنز وفايتاني بخبرة أكاديمي، لكن بس موضوع البرزنتيشن بتاع السي في بتاعك، السي في بتاعك ده انا بكتبه كيف، برتبه كيف، هل بخط التعليم اول، ولا هل بخط السكيلز اول، هل بخط الرقم تليفوني ولا ما بخطه، هل الترانسكريبت بتاعي، هل انا مصوره بطريقه ظاهره، هل الترانسكريبت بتاعي ده اتش دي، ولا انا افتح الترانسكريبت وما اقدر افهمه، ما اقدر اقراه يعني من كثر ما التصوير سيء. فيا ريت الناس تركز في الموضوع بتاع انه انا كيف اعرض نفسي، كيف انا اعمل براندنج لنفسي، كيف انا اعمل ماركت لنفسي. وانا افتكر الحاجه دي مطلوبه اذا كان في الدكتوراه او في سوق العمل، يعني كيف انت تعرض نفسك.
ففي ناس ما شاء الله السودان مليان ناس مؤهلين يقدروا ياخذوا منح، بس كيف انا ارتب نفسي؟ وانت دكتور ما شاء الله شرحت الموضوع ده، كيف انك تكتب السي في، كيف تكتب الكفر ليتر، فالناس تركز في الحتة دي وربنا يوفق الجميع. شكرا جزيلا يا حبيبنا. طيب تعمل كده الموضوع بتاعك اكمله. كده تمام معي، انا وصل الناس عشان تقريبا في ناس مثلا في جامعات في امريكا بتطلب في جهه معينه بترسل لها شهاداتك مثلا للايفالويشن، وفي جامعات بتعمل ايفالويشن بحد نفسها، فالواضح انه في استراليا الجامعات هي اللي بتعمل الحاجه دي واكسبت الحاجه دي بيست، بتقبل الجامعات مثلا في السودان من غير اي حاجه، فكل الجامعات تقريبا عندها ريكويرمنتس، لكن this is clear للناس الموجودين في السودان عشان لو دارين يقدموا مثلا، عرفتها؟ شكرا، شكرا كثير. اي ما بطلب منك حاجه كاستراليا، ما بزل بطلب منك تقييم اي شيء، هذا بس بديهم ورقك بس. الزوم ده يا شباب مسجل، هو ما مسجل هنا، ده مسجل لكن باللايف ستريم الماشي في فيسبوك، بنشير الفيديو من هناك بنرفعه في الشانل بتاعت الباحثين السودانيين على اليوتيوب ان شاء الله، فما تشيلوا هم، الزوم مسجل. انا داير اشيد يعني صراحه واشكر تامر على السؤال بتاعه، يعني ده سؤال بتاع ادفوكسي وما دار الموضوع، ما دار يعرف المعلومه لنفسه، دار يعرفها اون بيهاف اوف ناس تانيين، احتمال اللي سوى بالانترنت ولا نازحين نسي ولا بتاع ما قادرين يسالوا السؤال ده، فدي حاجه كويسه. وانا هايلي انكرج يو يا اخوان، اي زول موجود هنا في الويبينار لو عندك سؤال كده قد يكون بهم زول تاني، ما بالضروره يهمك انت شخصيا، اسال السؤال عشان يتلاقي له اجابه. اللايفات دي احنا بتقعد لفتره طويله جدا جدا، قبل شوي عرضت عليكم في قناه الباحثين السودانيين لايف من 2014، قبل 10 سنوات في جامعه الخرطوم كان عملنا ورشة عن المنح الدراسية وكده. فرجاء يا اخواننا يعني دونت سبير اني كويشن، اي كويشن ماترز وحينفع زول في وقت ما يعني، وكتر خيركم كتير. طيب مصعب النجوم اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا دكتور أنور، دكتور تيسير على المحاضرة. أنا حخش في السؤال طوالي عشان الزمن، أنا صراحة جيت متأخر فما عارف السؤال يتجاوب ولا لا. يا دكتور تيسير، أنت قلت بتمر على الجامعات وبتسأل مشرف مشرف، أنا السؤال حقي how do you approach للمشرفين ذاتهم، سوري للدكاترة في الجامعة، يعني الطريقة بتاعت الأبروتش، أنت بترفع زي كفر ليتر بسيط كده ولا أنت في النص بتاع الإيميل ذاته بتكتب نبذة عن نفسك وانت شنو كده، وهل الاتاشمنتس المفروض تكون في الايميل ذاته شنو؟ هل فقط السي في ولا السي في والاكاديميك سيرتيفيكيتس عشان يشوف الميريت حقك او كده؟ فبس انه هاو دو يو ابروتش للدكاتره ذاته. جزاكم الله خير وشاكر جدا ومقدر. تفضل يا باشمهندس. طيب هو اللي احنا بنرسل ايميل فيه نبذة، مثلا انا خلينا نقول مثلا انا مرسل الايميل، انا تيسير سن 31 سنة من السودان، درست البكالوريوس في جامعة كذا بتقدير كذا، درست الماجستير في جامعة كذا بتقدير كذا، وتخرجت من البكالوريوس، بذكر سنة التخرج بالنسبة للبكالوريوس وبالنسبة للماجستير، وأنا شفت صفحة الجوجل سكولر مثلا بتاعتك، أو شفت صفحتك على الموقع بتاع الجامعة، ولاحظت إنه اهتماماتك في المجال كذا وكذا، وأنا حابب أشتغل تحت إشرافك، ففي انتظار رد منك. داني أنا اسمي كذا، عمري كذا، من دولة كذا، خلصت البكالوريوس في المجال الفلاني في سنة كده، خلصت الماجستير من الجامعة الفلانية في سنة كده، شفت الجوجل سكول بتاعك أو شفت اللينكدين بتاعك أو شفت صفحتك على الموقع بتاع الجامعة، وشفت إنك أنت متخصص في أو اهتماماتك البحثية المجال 1 2 3، وأنا مهتم في المجال ده وحابب أشتغل أعمل الدكتوراه تحت إشرافك. ممكن ترسل مع بعد ما تعمل النبذة دي، أو ممكن بعد ما تعمل الإيميل ده اللي هو بالترتيب زي ما أنا قلته كده باللغة الإنجليزية، بتضيف السي في بتاعك، الأكاديميك سي في، السي في يا جماعة يكون أكاديميك، لازم السي في يكون أكاديميك، ما يكون سي في العادي اللي هو الاندستريال، سي في أكاديميك بنضيفه وبنرسله. بعد ذاك
المشرف هو بيرجع لك بيقول لك يا اخي ممكن ترسل لي ترانسكريبتس، ممكن ترسل، هل امتحنت الايلتس ولا امتحنت الايلتس كذا كذا. ملاحظه يا دكتور انور، يا ريت الناس تمتحن الايلتس قبل ما تتواصل مع المشرفين، لانه المشرف لو بدا معك بروسيس بتاع انه انا وافقت عليك، بعد ده الموضوع بيبقى تسارعي. يعني ما ظريفه في حقك كطالب تقول لي انا خليني امشي امتحن الايلتس واجيك راجع، وما اظن المشرف يكون عنده مساحه بتاع الزمن زي دي. فالمفروض هو اديني الترانسكريبت، تفضل الترانسكريبت، اديني السي في، هاك السي في، اديني الايلتس، هاك الايلتس، اديني الريكومنديشنز، عندي ريكومنديشنز. فنحن نجهز الورق من الاول، زي الكلمه اللي قلتها كم مره انا في السيمينار، انه نستف الورق بتاعنا تمام، نجهزه، بعد ذاك نقدم. انا دار اعقب بس حاجه بسيطه، انه في كثير ممكن يستخدموا تقريبا الادوات بتاعت الاي اي اللي هو زي شات جي بي دي او كده، ممكن يستخدموهم كتساعدك عشان تكتب ممكن ايميل كويس او تصحح الحاجات دي يعني. ففي كثير تولز موجوده حاليا انت ممكن تعمله كده، واعتقد انه نحن طلبنا من الاخ تيسير انه يشاركنا سامبل زي ما عشان نضيفه للسكولرشيب جايد اللي هو هسه حاليا شغالين نعمل له بوست في الموقع يعني. فان شاء الله ده حيكون موجود يعني متاح للناس لو طيب يا شباب، نقدر اعمل لي ديمونستريشن سريع كده قدام الناس السي دي في نفس الموضوع بتاع استراليا. هفتح لكم الشاشه وهشتغل معاكم ريل تايم، يعني في نفس الويبينار ده. عشان شنو؟ عشان نكسب الزمن. طيب، سؤال، البروفيسور بتاعك اسمه منو يا بروف؟ اسمه منو يا تيسير؟ تيسير، ايوه، معلش. هو دكتور ماهر، دكتور شنو؟ ماهر اسمه، ماهر هو من دولة ماهر؟ ايران، ماهر. ماهر منو؟ ايوه والله اسمه الاخير ده انا اللي اطلع لك اوكي، ما في مشكلة، ما مشكلة. طيب، لكن جامعة يونيفرسيتي اوف استراليا استراليا؟ او يونيفرسيتي اوف سيدني، معلش. هو دكتور اسمه هنري ماهر اعتقد. عمل سيرش لهنري ماهر. هنري ماهر؟ لا، هو مش هنري ماهر. انت بس اكتب يونيفرسيتي اوف سيدني الكتريكال سكول وبيطلع لك طوال يا دكتور نور، بيجي كل الاستاف الموجودين هناك. الكتريك سكول. لا طيب، يعني ما مشكلة. احنا يونيفرسيتي، تامر، تامر عشان هنا تامر. ايوه البروفيسور اديني اسم اي بروفيسور بس لا يا قدر. مثلا ابدا بهنري ماهر، هو في يونيفرسيتي اوف سيدني ذاتها تقريبا. هنري هنري ماهر، ماهر، يا جست تايب هنري ماهر يونيفرسيتي اوف سيدني. University of Sydney. اوكي، ما في حاجة، ما ظاهر لي، ما اعرف ليه. هاي مجلس بس انا داير، انا دا احنا خلينا نعمل، ادينا فرصه بس يا دكتور انا اكتب لا لا، يونيفرسيتي اوف سيدني. انا بس الفكرة شنو يا شباب؟ انا طيب ممكن اجرب لكم بالبروفيسور بتاعنا، مثلا اسمه ريو كون هو، ده بروفيسوري في كوريا. تمام، ده البروفيسور بتاعي. تشومبوك ناشونال اي هندي. تمام، بروفيسور ات تشومبوك ناشونال. في حاجة غريبة وما اعرف حاصل شنو. انت عامل ريسيرش على باس ويك بس يا دكتور نور. اوكي، هون ده البروفيسور بتاعنا. تمام، في سكولر ده البروفيسور بتاعنا. تمام، شوف دي البابليكيشن بتاعته وغيره، اي واحدة منهم. لو جيت هنا، ده مثلا البروفيسور بتاعنا ده، السيد ده، داير اقوم اتواصل معاه في تومبوك ناشونال يونيفرسيتي. هو ده اللاب بتاعه. اي ورقه من دين؟
شوف الإيميل ده أرسل للإيميل بتاعه. فوق اول الصفحة فوق جنب الصورة بتاعته. في إيميل ظاهر هناك ايوه عنده. اوكي تمام، وين شايفين الإيميل؟ الإيميل بتاعه ولا لا؟ كان في الصفحة اللي فاتت اللي فتحتها كان هنا في نعم ارجع لورا شوية. وين ايوه على يمينك عند لو نعم ده الدومين بتاع الجامعة. المهم انا عارف الايميل بتاعه، افتح البروفيسور مثلا بتاعي اسمه جيسون كينزر في مثلا. الخاصية بتاعت الايميل برضو يا دكتور عمر لو لاحظتها على يمينك، طبعا هي اللغة ما انجليزية لكن لو مشينا على اليمين في الايميل. يا الفكرة بس هنا يا شباب، البروفيسور ده بلقى اسمه في الأوراق العلمية، يعني هنا ده لو شفنا أي ورقة علمية بابليكيشن بتاعه، مثلا البابليكيشن ده تمام. وين الورقة جاتها؟ قال لي أي ورقة يا إخوان، شوف لنا أي بروفيسور. عمل سيرش على البروفيسور بتاعنا لو داير سريع كده. لا هو انا بروفيسوري ما لقيته، لكن انا داير بس داير لي ورقه علميه عشان تشوف موضوع الايميل ده. اوكي دي ورقه علميه بس حتكون اكسسبل من برا، ما ضروري اخش لجوه للتكست بتاعه. خلوني اشوف مثلا برايفسي ريزيرفينج داتا مايننج. احنا كنا ببره بلس ريسيرش جيت. ايوه برايز بيسيل بيج داتا اناليتكس الى اخره. شوف لنا اي ورقه، وين هنا الكونتاكت بتاع النازل وينه. خلونا نمشي. طيب اللي هو الايجت دي يا شباب، دي اسمه ده، دي المجلة العلمية بتاعتنا بتاع الباحثين السودانيين، اسمها الـ African Journal of Engineering and شنو؟ and Technology. تمام؟ فهنا ده بتلقى مثلا ده الإيميل بتاع AJET، الـ Corresponding Author بتاع الحاجة دي AJET هنا. ممكن دي الـ Power Generation، ده الـ Corresponding Author بتاعها، بتلقى هنا ده الإيميلات بتاعت الناس، ده سي بروفيسور وده الإيميل بتاعه. تمام؟ بروفيسور اسمه واي اي محمد، ده واي اي محمد. تمام، بجي انا لقيت الايميل بتاعه، بمشي هناك للطوارئ اللي عملت شات جي بي تي. تمام، اقول له يا اخي مثلا رايت مي ا درافت كفر ليتر تو بروف. الاسم بتاعه منو؟ showing my interest in conducting research at his lab ولا his كده for PhD مثلا. بيقوم بيعمل لك درافت. تمام، الدرافت ده بعد ده بتبدأ تحسن فيه، بيوريك على الأقل الاستراكشر بتاعه شكله كيف. تمام، I'm writing to express my keen interest ان كده ما عارف شنو بتاع الى اخره. تمام، يلا الكلام ده انا اقدر اجيب لكم نموذج. انا هسه مستخدم شات جي بي تي 4، لكن ممكن تستخدم 3.5 اللي هو المجاني. انا قبل شويه مشيت اللينكدين ونزلت البروفايل بتاع اسمه ده، البروفايل بتاع حبيبنا تيسير ده البروفايل بتاعه. تمام، في لينكدين، اي زول فيكم عنده لينكدين فممكن يبدا من اللينكدين بتاعه. تمام، ده البروفايل بتاع الديناي بتاع تيسير. ممكن تقول له يا اخي تيلرت تو ذيس بروفايل. تمام، هسه هو هيقرا لي الملف هنا ده ويقوم يعمل لنا الكفر ليتر ده. انا currently PhD student electrical engineering specialized in telecommunication
في University of Sydney. I'm deeply passionate about advancement of technologies in 5G و 6G. وجاب الكلام ده من وين؟ جابه موجود هنا ده في البروفايل بتاع لينكدين. فانتوا كلكم بيكون عندكم بروفيشنال بروفايلز، ما محتاج انك تعيد اختراع العجله. استخدم نفس البروفايل بتاعك ده، واسال تيسير ما رسل لي الملف ده. انا جيت هنا في البابليك في لينكدين وعملت مور، قلت له سيف الكلام بتاع الزول ده كبي دي اف، نزلوا لي طوالي كبي دي اف. عارفين كيف؟ استخدمت البي دي اف نفسه واسم البروفيسور على اساس انه اعمل منه كفر ليتر. فزي ما ذكر لكم قبل شويه باشمهندس تامر، انك انت ممكن تستخدم اللارج لانجويج موديل زي ناس جوجل جيميناي ولا تشات جي بي تي في انك يعمل لك درافت، لكن بي كيرفول في انك انت الدرافت ده يكون فيه حاجه بيرسوناليزد، ما حاجه جينيريك، حاجه هتلقاها في اي حته في السيرش ولا كده. وقدم قدم مره ومرتين وثلاثه واربعه وخمسه. احنا قاعدين في شنو يعني؟ يعني ما في شيء احنا قاعدين نعمل فيه هسه حاليا. فبدل ما نقعد نتحسر ونباري اللايفات والبتاع، خلونا يعني تمام يا شباب. في اي زول عنده اي حاجه اضافيه يا شباب؟ لانه الزمن خلاص مشان احنا كده قضينا الساعتين بتاعتنا. في احمد وزهير ممكن ناخذ المداخلتين ديل وبعد كده ننتهي من اللايف. تفضل يا احمد. السلام عليكم، والسلام ورحمه الله. تفضل. ازيكم دكتور؟ كيف حالك؟ احمد خش الموضوع. عليكم السلام. تفضل. انا احمد شريف شايبو، خريج جامعة بحري، بعدها قريت الماستر في الهند، تاسي طالب دكتوراه في الصين. سؤالي لبشمهندس تيسير، سألت أنا الريكويرمنت كم، يعني مطلوب منك كم عشان تقدم للبي اتش دي، يعني كم ورقة المفروض تنشرها وتنشرها في هذه المجلات؟ يعني مثلا هسه أنا في جامعتي هنا اللي بيعمل فيها دكتوراه، مطلوب مننا ورقتين في كيو 1 وكيو 2، هل أنت مثلا في جامعتك هناك مطلوب كم؟ ده كله ده طيب، شكرا على سؤالك. مطلوب مني two publications بالنسبة للدكتوراه. هذا قبل ما أخلص الدكتوراه إن شاء الله. الشروط الأساسية two publications Q1 وQ2 برضو. في ملاحظة لطيفة، فترة الدكتوراه في أستراليا 3 سنة، ممكن لحد 3 سنة ونص. لاحظنا في بعض الدول للدكتوراه 5 سنة، لا في أستراليا 3 سنة إذا أنت تأخرت شوية لحد 3 سنين ونص. شكرا. طيب يا اخوانا، برضه الحته دي لازم ننبه، لانه الابروتش اللي ماشي بيه وتيسير هو ابروتش بتاع ريسيرش فاندنج. يعني البروفيسور عنده بروجكت محدد وعنده فاندنج له، في الفاندنج الجراند بتاعته دي بيعين طلاب بتوع دكتوراه وماجستير، مع ان البروجكت بيكون موزع يعني. فالبروجكت بيكون عنده فتره زمنيه انه من كده لكده. انا لما دخلت في الماجستير كان الفاندنج بتاع البروفيسور بتاعنا لمده 10 سنين. اللاب كان بياخد مليون دولار كل سنه من الحكومه الكوريه لبروجكت له علاقه بالبايو انفورماتكس. فكان في زي 6 فرق بتاعت بحثيه، كل فريق فيه طلاب بتوع بوست دوك، طلاب دكتوراه وطلاب ماجستير. فانا قعدت معاه 7 سنين، يعني عملت الماجستير وعملت الدكتوراه في نفس اللاب اندر السوبرفيجن بتاعت نفس البروفيسور. لذلك لما يقول لك انه ماكس كده ومينيمم كده، يتذكر انه الراتب بتاعك والفندنج بتاعك جاي من بروجكت عنده وقت لازم ينتهي، فما حاجة مفتوحة اوبن اندد. تمام. زهير ناخذ اخر مداخلة، تفضل. ممكن أضيف حاجة يا دكتور؟ تفضل. هاي فعلا أنا تأكيد اللي كلامك، ال3 سنة أو ال3 سنة ونص مربوطة بالسكولارشيب. فبقول لك أنت لو دخلت أكتر من 3 سنة ونص بعد تبع شنو مع نفسك تكملها من عندك. فال3 سنة، 3 سنة الستاندرد، 3 سنة مينيمم السكولرشيب، ممكن لحد 3 سنة ونص. اكتر من 3 سنة ونص بعد ده السكولرشيب بيقف، وانت بتكون مواصل في الدكتوراه بتاعتك بدون السكولرشيب بحسب المعلومه اللي عندي. شكرا. طيب آخر مداخلة من زهير، تفضل.
طيب زهير ده شكله ما موجود. فبكده يا شباب احنا ان شاء الله نختتم الويبينار بتاعنا ده. والويبينار ده جه في وقت يا اخوانا حساس، يعني في ناس كتير جدا مكتئبين محبطين، في ناس شايفين والله هم اقرب لل محمد عمر موجود. ايوه نعم موجود يا دكتور. يا احمد عمر يا اخي كتر خيرك يا اخي كبير والله. الشاب ده يعني قدم كلمة شكر ويعني كتر خيرك كثير جدا والله شكرا لكم انت لانكم اول حاجه دكتور انور، يعني يمكن يكون فرصه جاتنا منكم انت اول حاجه، يعني من الباحثين السودانيين ادتنا الفرصه انه نعكس الاسكولارشيب لكميه من الشباب، ومن ضمنهم حسام، يعني حسام واحد من الشباب المميزين جدا جدا ومجتهدين شديد، يعني لولا انه ما مجتهد ما كان هسه حاليا موجود معانا هنا في المجر وفي نفس جامعتي كمان، وزي ما بيقولوا الناس يعني وجدناه زي ما عهدناه، يعني ان شاء الله زي ما اخذنا خلفيه عنه يعني. بس حاليا احنا في الطور بتاع انه كيف الطلاب يباصوا الانترفيو، لانه خلاص المنحه في مرحله مفصليه، المنحه المجريه، وان شاء الله شهر 9 الشباب حيصلونا هنا ان شاء الله. انا عندي نقاط بس بسيطه جدا جدا، يمكن داير اوضحها لكل الشباب الموجودين، انه اي منحه عندها ريكويرمنت معينه، ممكن يكون تيسير هو ما شاء الله يعني قدم برزنتيشن ممتاز جدا جدا ووضح كل المعلومات بصوره تفصيليه. مثلا زي الريسيرش بروجرام، كل جامعه عندها موقع تفصيلي او عندها طريقه تفصيليه انه كيف انك تلقى ريسيرش بروجرام، يعني مثلا انت لو دارت تقدم هنا في المجر عندنا حاجه اسمها دكتورال سكول، يعني بتبحث في جوجل الدكتورال سكول بتاع الهنغاريان يونيفرسيتي، يعني بتلقى ان في دكتورال سكول موجوده فيها ريسيرش بروجرام، بتقوم تخش بتلقى السوبرفايزر لينك وتتواصل معاه بناء على الكلام ده. تاني حاجه التايمنج بتاع الايميل، يعني انت لو داير لتر اوف اكسبتنس من اي بروفيسور، يعني انا بتذكر لما كنت قدمت في الصين كنت برسل الايميلات الساعه 3 صباحا، وسبحان الله انا في يوم واحد جاتني 3 جوجلات، يعني 3 جوجلات من 3 جامعات مختلفه، نورث ويست اجريكلتشر يونيفرسيتي وجامعه جوانزو، وفي جامعه ثالثه برضه يعني بتذكر جوني كلهم في ظرف ساعه، يعني بس رسلت ايميل مختصر 5 في 5، انا منو محمد عمر، دار ادرس شنو، دار ادرس كده، تخصصي كده، بناء على السي في بتاعك ولا بناء على الريسيرش بروجرام بتاعك، وجدت انه انا انترستي في الحقل الفلاني الفلاني. فالموضوع زي ما بيقولوا الناس تايمينج بس، يعني انت لو دارت تقدم الصين ولا استراليا شوف الزمن المناسب اللي بترسل به الايميل، وبعد ذاك البروفيسور ممكن يفتحه اول حاجه مجرد ما يمشي المكتب. فشاكر ومقدر والله مره ثانيه اخونا تيسير، وان شاء الله بالتوفيق والسداد كمان ان شاء الله، ونتعلم يعني من كلنا من بعض ان شاء الله، وان شاء الله الشباب كمان يستفيدوا اكثر ان شاء الله. يديك العافيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب يا شباب برضو انا انبه لانه كان عندنا شهر كامل كنا عندنا كان نشاط بتاع كيف تكتب ورقه علميه وتنشرها، شاركوا فيه بروفيسورات رائعين جدا الله يجزيهم كل خير، ناس بروفيسور صادق موسى، دكتور شاهيناز، بروفيسور عبد الباسط مريود. وهناك في الشهر ده انا كنت مهتم بحاجه واحده، وقبلي كان برضو نبهني لها دكتور حسن حمدون، اللي هو كيف تتواصل مع البروفيسور بتاعك، الكوميونيكيشن في الاكاديميه والريسيرش. حسن حمدون، دكتور حسن حمدون اول زول قدم فيها، وبعدين جيت قدمت يعني واصلت في الكلام بتاعه قبل ناس الاي اي والحاجات دي قبل ما تكون موجوده. فمن ضمن التريكس اللي ذكرناها انه 200 ترسل للبروفيسور بتاعك، يعني هسه البروفيسور بتاعنا في كوريا الجنوبيه الوقت هسه عندهم زي 5 صباحا، هل ارسل له ايميل سي ولا ارسل له الساعه كم؟ يوم العمل. يعني في ناس يا اخوانا بيرسلوا مثلا لبروفيسور في السودان دايرين شهاده بتاعت خطاب توصيه بيرسلوا له يوم الخميس الساعه 2 ظهر. يعني انت معناه ما داير خطاب توصيه، لانه لو داير المفروض ترسل مع بدايه الاسبوع يوم الاحد، وترسل في وقت محدد، ترسل يوم السبت مثلا نهايه اليوم عشان اول ما يفتح الايميل بتاعه رسالتك تكون اول رساله فوق ولا كده، وما ترسل بالواتساب وخليك فورمال، يعني زول ده فردتك وصاحبك وكان ما عارف صاحب عمي وبتاع، دي كلها تنساها تتعامل معاه بصوره بروفيشنال. فالحياه دي ان شاء الله احنا بنحاول نعيد ونزيد فيها على اساس انه الناس تستفيد والناس ما تستسلم للاحباط يا شباب، ما تستسلم، يعني طيب اللي حصل لنا ده حاجه صعبه. نعم والله ده اللي حصل معي بالضبط يا دكتور. هسه حاليا في واحد اسمه ابراهيم بكري موجود هسه حاليا في الشات، يمكن يكون هو شاهد على الكلام ده. انا لما كنت براسل البروفيسورات في الصين كنت ببيت في المكتب، يعني للساعه 3 صباحا 4 صباحا احنا كنا في البحوث الزراعيه، يعني ببيت وبعد ذاك امشي البيت الاستراحه بتاعت الشباب او زي ما بيقولوا الداخليه. كنت برسل ايميل الساعه 3 صباحا، لانه انا عارف في الصين هناك التوقيت يا دوبك الساعه 8 صباحا ولا 9 صباحا الناس ماشيه المكتب، مجرد ما اشوف الايميل بتاعي يرد لي طوالي مباشره، ما كنت خاطي انه احتمال انه تخميني ده صح ولا اي حاجه ولا كده، لكن خطيت في بالي انه مجرد ما يفتح الايميل بتاعه يلقى الايميل بتاعي اول حاجه، وسبحان الله في يوم واحد يعني اقل من 24 ساعه انا لقيت 3 جوجلات. يمكن الحاجه دي ما حصلت لاي واحد من الشباب يعني معاي، ممكن مع ناس ثانيين حصلت، لكن انا معاي بالتحديد يعني
ثلاثة قبولات في ظرف 24 ساعة. يعني الحاجة دي كانت بالنسبة لي يعني حاجة فيري شوك، يعني ما حاجة هيك. صحيح. طيب في حاجة تانية برضو مهمة يا شباب، البروفيسور ده زول مدير مشاريع، يعني هو خلاص قصة انه عامل دكتوراه ويعمل بابليكيشن دي انتهى منها، هسه بقى في المرحلة بتاعت إدارة بيزنس لكن في مجال الريسيرش. فهو كصاحب شركة ولا كمدير شركة عنده موظفين داري يعينهم، وعنده برودكتيفيتي أو أوراق علمية داري يطلعها، أو براءة اختراع يعمل لها فايلنج ولا غيره ولا غيره. فالزول ده مهمته الأساسية إنه يجيب ناس كويسين يشغلهم يعني في الريسيرش لاب بتاعه، ويطلع يعني برودكشن محدد بكواليتيز محدده. فالزول ده بيرد عليك لو لقاك انت ده مستوفي لشروطه بياخدك. فالمهم انه نرسل له بصوره كويسه وكده، وان شاء الله احنا في الفتره الجايه زي ما قلت انه الوقت عصيب بالنسبه لنا كلنا، لكن ده يكون موتيفيشن لنا انه نشتغل نضاعف الجهد بتاعنا ونظبط امورنا، وان شاء الله كل الامور بتمشي تمام. تحيه لابراهيم بكري، وتحيه لكل الشباب الموجودين هنا في اللايف. إن شاء الله يا إخواننا هنواصل في جلسات تانية. لحد الوقت ده أتقبل تحيات فريق الباحثين السودانيين المتطوعين جميعا، وشكرا جزيلا للباشمهندس تيسير. إن شاء الله ربنا يوفقك ويجعلك ميزان حسناتك. نحن هنقفل اللايف البث المباشر عبر الفيسبوك، وهناخد منه إجابة لموضوع تاني يعني.